أنا نحير نحير وين نهيج ويقدموني هكا ما يسيبوا دخل لي كاين بزاف وراك نسيت نصهم. هذه الموسوعة الأخيرة هذه فيها 35 كوفلين داخل فيها 35 كتاب. هذا اللي وحدك. هذا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على أشرف المرسلين نبينا الكريم. أزول فلاوي مرحبا يسون أسلام. هذه قاعدة جات منذ زمن طويل منذ الوقت اللي كنت نجي هنا نخدم العرس كمطرب مغني كما سائر المطربين هناك، وبقات تقاليد حتى اللي عاودنا رجعناها مع الأستاذ المصريت ويوسف والأستاذ بن يوسف كذلك اللي عاودنا رجعناها في 2005-2006 وين كل ما تكون حاجة جديدة إلى وجي مليانة بشي نقدمها نقدمها في شكل هنا في الميوزي ولا في الشطار ولا في مكان معين وين نتكلم على هذا الموضوع نقدم هذا الكتاب. ماشي الفايدة واحد يبيع كتاب ولا لا ما عندهاش ما فيهاش حاجة تاع الربح، ولكن أمر هذا هو التاريخ مع مليانة كبير بزاف أنا بالنسبة لي، ومن مع قسمة بولنوار رحمه الله إلى الجزار عبد الرزاق رحمه الله كذلك والحيين ربي يرحمهم، وكذلك تاريخ كبير مع محمد بوراس وسعيد بن يوسف مثلا. هذه الشخصية الكبيرة اللي إن شاء الله في الأيام المقبلة اللي جاية يفتح ويعود الأبواب تاعو تنفتح للناس المحبين اللي يعرفوا هموم الثقافة ويعرفوا هموم التاريخ والذاكرة في بلادنا. هذا من جهة بلاد كذلك يعني لابوانت وبلاد أنتم تعرفوها، وهذا هو افتخار تاع هذه البلاد. هذو هما الشخصيات اللي عمروا البلاد لحد الآن مازالوا نتكلموا عليهم ومازالت هذه البلاد عنوان للثقافة الوطنية. جيت اليوم نصيب احبابي بزاف شخصيات كانوا هنا لا داعي نذكر اسمهم كانوا موجودين هنايا الحمد لله. هذا الشيء اللي يفرحني. واحد مثل شخصيين مثلي شخصيين باش يخلص بهذا الوجوه النيره بهذه الكلمات الطيبه اللي يجي يفتش عليها حتى مكانها وياخذها شويه باش نعاود نزيد شويه نديروا تاع الجهد في جهه اخرى باش نحققوا امور اللي حتى اليوم رانا نحن نقول الحمد لله رانا نحققوها وراهي موجوده في الميدان. و الكتاب بالك شفتوا كل عملي مهما كان صفته في النشاطات في المهرجانات في الجولات في كل حاجه في الاذاعه في التلفزيون ما يبقى الا حاجه واحده وهي الكتاب. انا امري وشغلي الشاغل منذ زمن طويل هو الكتاب، وهو الكتاب وخير جليس في الاعلام كتاب. قالها المتنبي ما قالش سماس ولا رينيوم ولا كاش حاجه تاع ديكري ولا حاجه، لا قال كتاب وراهي مازال موجود منذ قرون ومنذ زمن طويل ولا زاد تبقى هذه العباره في التاريخ راسخه في اذهان الناس وراسخه كذلك في يوميات الثقافيه والاجتماعيه للناس الكل. الموضوع اللي جيت به اليوم وهو من الزجل الى الملحون. الملحون نوع كبير والزجل كذلك. علاش هذا الزجل نتكلموا عليه اليوم ولابد ان نظهره ولابد ان نبرزه في يومياتنا وخاصه في الجمعيات الموسيقيه وخاصه المهتمين بصفه عامه بهذا الميدان. هو الشعر اللي اتى به هذا التراث الموسيقي الاندلسي في الجزائر. عندنا ثلاث مدارس على عنا مدارس سفير فقط ما قالش ماشي قانون يقول عندنا ثلاثه تاع المدارس في تاع الموسيقى الاندلسيه في الجزائر. هو على حسب رايه وعلى حسب البحث تاعه وعلى حسب الشيء اللي كان يعرفه في هذا الميدان قال وقيل في بلادنا ها كيفاش جاوا الاندلسيين في الجزائر يعني في المغرب الوسطى انذاك في القرن السادس عشر من خرجوا من الاندلس في عام 1492 1492 من كانت هذيك ايزابيلا كاتوليك حلفت وقالت العرب ما لازمش يكونوا يقعدوا هنا
وفعلا استقلوا العرب المسلمين دخلوا كلهم دخلوا المغرب العربي المغرب الوسطى وهو المغرب الوسطى من جاي من وجدة قريب حتى الجزائر هذا هو المغرب الوسطى اللي كان في بداية القرن الخامس عشر والسادس عشر هذا الأمر هذا كي جاءوا الأندلسيين كان الموسيقى الأندلسية في الأندلس كانت تربات في ثلاثة تاع المواقع الموقع الأول هو غرناطة والثاني إشبيلية والثالث قرطبة ولكن كان كاين رابع بصح ما دخلش الجزائر هذوك الناس تاع اللي داروا الأندلسي في وقت الأندلس قبل 1492 في الأندلس كانت واحد المدينة اسمها طوليدا هذه ما جاتش للمغرب قالت تم الخطر فضلوا يقعدوا تم عرب مسلمين يهود كلشي اللي كانوا يديروا هذا النوع في الأندلس بقاو تم وهذاك النوع مازال كاين اليوم ويؤديوها الناس تاع طوليدا وفي الأندلس معروف حنا اللي دخلوا عندنا هما آخر من دخلوها هو غرناطة النوع تاع غرناطة اللي جاء معاه هذاك آخر ملك تاع غرناطة وبعدين كي دخلين هنايا دخلت غرناطة الأولى جات في فاس وتلمسان المدرسة الثانية في قرطبة عليها اللي تأسست مدينة بليدة تأسست في هذيك الفترة بدات في بداية القرن الخامس عشر وبدات الأمور تمشي حتى راحت لإشبيلية راحت لإشبيلية مشاو لقسنطينة بين قسنطينة وسكيكدا وعنابة هذا كامل هذوك الناس مشاو لهم يعني كيفاش تلقاو يعني بالعائلات بار افينيتي كلشي رانا هذا مين هادو جابوا معاهم هذاك النوع بصح هذاك النوع جابوا معاهم كتراث موسيقي فقط الجزائر كان عندها نوع تاعها كان عندها تقاليد موسيقيه واحده اخرى تختلف على الاندلسيين نعاودوا نرجعوا احنا رانا في القرن السادس عشر نعاودوا نرجعوا حتى للقرن العاشر يعني نرجعوا اربع قرون في التاريخ ونوصلوا للقرن العاشر هذا القرن العاشر كان واحد السيد اسمه عبد الملك ابن قزمان هذا عبد الملك ابن قزمان كان ما كانش عاجبه الحال كي كان يسمع الاندلسي بين قوسين ما كانش اسمه الاندلس في ذاك الوقت كانت تسمى الموسيقى العربيه على الاقل يقولوا الموسيقى الموشحات اذا هذه الموسيقى العربيه والموشحات يوصلوا من الشرق يعني من بغداد ومن الشام يوصلوا خاصة من الشام خاطر الأمويين هما اللي جاوا للأندلس و تكونت هذاك التراث الموسيقي ماهيش أندلسي بين قوسين اللي تسمى من بعد تسموها أندلسي وذاك الوقت ما كانش يسموه أندلسي كانوا يسموه موسيقى عربية فقط موسيقى عربية من نوع الموشح والموشح هذا اللي ماهوش هذا الموشح اللي داروا زرياب داروا قبل الموشح يعني كان دار موسيقى بالكلام تاع العربية الفصحى يعني نقدروا نقولوا العربية الفصيحة يعني جدا هي اللي جات للأندلس جات من بعدها الموشح علاش؟ احنا رانا في الشرق كاين الإسلام كاين العربية الفصحى وكاين يعني تقاليد يعني قوية وصارمة وكل شيء ما كانش اللي يبدل في العربية ولا حاجة كانت الأمور يعني ثابتة مين يوصلوا للأندلس؟ الأندلس وين جاية؟ الأندلس جاية في أوروبا يعني سي أوكسيدون الغرب مين يوصلوا تما النمط الموسيقي ماهوش كيما تاع الشرق راهو ربع المقام الموسيقي اللي راهم موجودين معنا يفهموا ربع المقام مع نوت ناتورال هذا ربع المقام مين يوصل للاندلس الاندلس هنا في اوروبا هما يديروا نوت ناتورال ما عندهمش ربع المقام اذا ولات الامور ما تمشيش مليح ولات الناس ما يعجبهاش الحال خاطر الاوروبيين مهما كانوا مسلمين ولا عرب ولا حاجه اخرى يبقاو اوروبيين راهم في جو تاع الاوروب دونك راهي موسيقى صارمه عندها الماجور لو مينور ما كانش عندهم 24 نوت كيما راهم جايين من الهير الوغ وقع هذا الاصطدام هذا وديكريز ولا ديكريز بزاف حتى يخرج هذا في القرن العاشر خاطر اول مره هم يدخلوا الاندلس دخلوا 711 حتى مع طارق بن زياد حتى القرن العاشر صار يدير ابوبري دو سيكل ودمي يجي هذا عبد الملك بن قزمان قال لهم انايا درك هذه العربيه
العربيه في الصحراء ما نفهمش معها هي نديرها تقريب الدارجه. يدير الدارجه كنا في العربيه الفصحى بعد ولات موشح ماذا ذاك الموشح ولا ثقيل دخل في هذا النمط اللي خلقوه هذا السيد واسمه عبد الملك ابن قزمان في القرن العاشر بدات بين القرن العاشر والقرن الحادي عشر. يأسس هذا النوع من الموسيقى هذا سماه الزجل. الزجل وهو اغنيه شعبيه يعني المفهوم تاعها الديفينيسيون تاعها سي اون بويزي بوبولار مي اون بويزي بيتيت بويزي بوبولار كما رانا نعرفوهم اليوم سرق الرسل ولا محبوبي ولا الخرصات ولا الصرفات ولا الطايحيات ولا الدراج كلهم هادو زجل. هذا هو النوع الزجل اليوم على المستوى الوطني في كل مدرسه من المدارس الموجوده الان كما قالها المدير السفير هادو كامل واسمهم الزجل. اذا اللي يخدموا به بزاف تسمع في المالوف القسنطينيين يقول لك سجول ما سجول اكسترا هذا هو هذا النوع هذا اللي راهم يخدموا به الان وحتى الجزيريه اللي ممكن تسمعوها تخدم الزجل. اذا هذا الزجل كيفاش تبلور؟ رانا في القرن العاشر هذا القرن العاشر القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر وانا في ثلاث قرون رانا كيما هكا. هذه الصوره هذه شكون يمدها لنا؟ يمدها لنا عبد الرحمن بن خلدون خاطر هذا بن خلدون عالم اجتماعي عالمي وكتب بزاف يعني واحد السيد خارق العاده انتيليجون مؤرخ عالم اجتماعي هو اللي نظر العلم الاجتماع العصري هو اللي اسسوا هو اللي كتبوا اكتشفوه ماشي بزاف اكتشفوه في القرن الالماني والفرنساوي اللي اكتشفوا هذا عبد الرحمن بن خلدون. اذا هذا السيد هذا يقول لنا كاين واحد الانواع الموسيقيه في المغرب الوسطى كان اسمها عروض البلد في الاغاني الشعبيه يعني مين يغني كاين في البدول على حتى المستوى البلاد في المدينه يغني واحد الاغاني هكذا كنسى ولا رجال ولا يغني واحد الاغاني سماها عروض البلد حتى في المغرب الاقصى يعني في 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 الرباط ولا في كازابلانكا ولا هذا في اكادير ولا يغنيوا هذا النوع هذا كيف في تلمسان يسموه عروض البلد. هذا عروض البلد يتطور غير بشويه في الوقت اللي كان اكتشف هذا عروض البلد في نفس الوقت مع علاقات تجاريه اللي كانت بين الاندلس كمحيط كأرض كمدن عربية إسلامية والمغرب الوسطى كانت علاقات تجارية وعائلية يعني يوميا يروحوا الباخرات تروح منا وتجيوين ما كان لي باسبور ني والو روح وروح ودو كانت هذه العلاقات تنتج على المجيء الموسيقى عن طريق الذاكرة تاع الناس وصلت معهم وصلت حتى للمغرب الوسطى. هذاك النوع تاع الزجل يدخل للمغرب الوسطى يعني في الجزائر المغرب وشويه من تونس يوصلوا هذا النوع وكان بجانب الانواع هذو الاخرى منهم هذا عروض البلد. هذو الزوج عندنا الزجل وعندنا عروض البلد. في نفس الفتره يجي هذا سيدي بومدين غوتس اللي زايد هو في 1126 وتوفى في 1197 بالضبط. بومدين سيدي بومدين الغوتي هو اصله من الاندلس وعاش في الجزائر عاش في بجايه خاصه مده 35 سنه ومشى للحج عند سيدي عبد القادر الجيلاني منه اللي خدا امانه تاعو يقولونها في الشرق الاجازه خداها من عنده وجا ك عالم صوفي بالكبار قطب الصوفية الغوت والصوفر كان عالم كبير له ربما في يوم من الأيام إن شاء الله نديرو محاضرة خاصة غير لهذا السيد هذا وحده كما نديرو على سيدي أحمد بن يوسف كما نديرو على شخصيات أخرى ولكن هذا قطب الصوفية من الأقطاب الكبار في التاريخ العربي الإسلامي. هذا سيدي بومدين شاف الامور المتدهوره وشاف في هذاك الوقت الفاطميين كيدخلوا وهو كان في 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 تلمسان ويعرف قدر القوه تاع العلميه تاع فاس ويعرف القوه العلميه تاع الناس اللي كيفو كانوا في الاندلس وال
النهضة الثقافية والدينية اللي كانت موجودة آنذاك يعرفها مليح فهو كان يقودها. أبا هذاك السيد كان يشوف التدهور تاع المجتمع وكان يشوف اللي ماهوش هذه هي اللي الخطر سيدي مولدين هذا فنان زيادة على رجل صوفي زيادة على عالم من العلماء الكبار هذا فنان وكان يكتب القصائد وعنده عدة قصائد الآن أنا اعترت على قصائد كثيرة تاعو وإن شاء الله ربما يكون عندنا ساعة في الحلقة باش نديرو ديوان خاص سيدي مولدين ديوان خاص تاع الشعر تاعو روعة من روائع الأدب الشعبي. كيفاش سمى هذوك القصائد تاعو؟ سماهم الأولى قال هذا سموه الزجل الصوفي. زجل موجود بصح زجل الصوفي علاش خاطر ولاد الكلمات اللي ربما كيكتبهم هذاك عبد الملك بن قزمان والناس اللي كيفوا خاطر كاين حركة طويلة والناس يتوافدوا على هذا الأمر كما هذا. أبا قال هذا الزجل هذا اللي كلمات تاعو ماشي ملاح نفس الشيء نقولوه اليوم ثاني كلمات تاعو ماشي ملاح أما احنا نبدلوا له الكلمات بدلوا الكلمات حتى ولا الزجل الصوفي ولا عنده الطابع الديني حتى من بعد ولا من نشطوا ولا شعراء بزاف يمشيوا وراء سيدي بومدين بوت في القرن الثاني عشر سموه القصيدة الزجلية نفس الشيء ولكن قصيدة طويلة بالنسبة للزجل الصوفي خاطر الزجل فيه على الأكثر ثلاثة تاليكوبلي بصح القصيدة الزجلية هو سيدي بومدين عنده قصائد كثيرة من هذا النوع يا هي عربية دارجة يا هي كيتشكلات اللي تولي فصحى وزاد لها الألحان مع الحركة الصوفية اللي كانت آنذاك رانا في الزجل الصوفي من بعد ولينا في القصيدة الزجلية ولا نوع جديد ولا أنواع جديدة والحركة الدينية ماشية والفاطميين آنذاك موجودين هنايا خاطر نربط الموسيقى مع السياسة مع الدين مع هادو كامل كانوا موجودين علاش ما ننكرهم لازم نهضرو عليهم وهذه حقيقة وقعت في بلادنا إذا جاو الفاطميين صحتو كما نقولوا هنايا واحد الفترة هنايا اللي يعني كل حاجة حية لازم نهضرو عليها هي بقات هذاك النوع هذاك يقول لك التاريخ يعيد نفسه هيستوري تاني ترنا للكومونسمون سا سي باسي هذاك الوقت 11 12 سيك صرات تاني هذا الوقت في نفس الظروف اذا يجي هذا سيدي بومدين هو رائد هذه الحركه وكتب العديد من القصائد ما سميت بقصيدة زجلية سميت بالزجل الصوفي وفيما بعد ولاو الناس في المدينة الناس في البدو يقولوا الكلام فقط اللي يقول شعر واسمه كلام اللي يقول شعر واسمه قول من بعد واحد الحركة كبيرة ولاو يقولوا لها القوال القوال دونك ولات القوال في السوق يقول شعر هذاك تاع القوال يعني هذاك النوع اللي تاع الشعر الشعبي ولاو يسموه هذاك القول اللي يقولوا هذاك القوال حتى ولات في الكلام الموزون الكلام الموزون حتى ولات القول الموزون هذه فترات تاع 50 سنة 60 سنة لوحدها كل فترة تتطور وتتطور بكلمات واحدة أخرى، علاش خاطر يجي شاعر كبير ويبدل النوع، حتى واحد النهار استقرت في القرن الأواخر القرن الخامس السادس عشر، الخامس عشر وبداية السادس عشر، بداية السادس عشر الأندلسيين كانوا هنا كاع، وسيدي الخضر بالحلوف كان حي، عبد العزيز المغراوي في المغرب كان حي، هادو كامل في وقت واحد. أبو عثمان سعيد بن عبد الله المنداسي حي كذلك هو من مدينة غليزان مازال بلاده لحد الآن موجودة المنداس هذا المنداسي وعاش قرب بزاف في تلمسان ومشى للمغرب وكان هو شاعر من كبار الشعراء تاع المغرب العربي وكان هو يكتب للملوك وخاصة مولاي إسماعيل في القرن السادس عشر هذا سعيد بن عبد الله المنداسي اللي من كبار الشعراء تاع المغرب العربي هادو عبد الرحمن مجدو كذلك هادو تلاقاو عايشين في وقت واحد كيف يسميوه؟ سموه الشعر الملحون الشعر الملحون علاش؟ خاطر كانوا الناس يقولوا انتم راكم ديروا في الشعر الشعبي في الشعر هذا اللي ما يخضعش للقواعد النحويه ولات مشكله كبيره
كيفاش هذا كان شيء اللي ما يخضعش القوانين النحويه ما كانش سي هواي عنده ما قال في هذا الموضوع ما لازمش نتوما وي بي لغه الضاد ولغه القران ساكري ما كانش لي نسا اذا هذوك الناس اللي كانوا يدافعوا كونتر هذ الناس اللي كتبوا باللغه القوميه اللغه الشعبيه اللغه المتداوله بين الناس هذوك قالوا اما لا نتوما ممنوع تكتبوا هذا الشعر ممنوع يعني تقول ملحون تقول هذا ممنوع سموها ملحون على خاطر في القرآن الكريم كل ما هو يخطي القواعد النحوية قال فيه لحن فيه لحن يعني فيه غلط وراح هذا غلط هذه الكلمة تعني ملحون تعني غلط ويجوا ناس واحد اخرين منهم سيدي الخدمة قالوا انا مسمى سيدي الخدمة قالوا مسمى الملحون يعني شوف كيفاش مش مرينا يعني بعجالة من الزجل حتى رانا دروك في الملحون في القرن السادس عشر مع سيدي الخدمة خلوف كان غزير الانتاج على السيد وكان متنوع في الـ في الـ في الـ في, الـ في الطرق وفي الانواع اللي كان يعملها في كل انواع عمل في كل انواع واش كان يدير كان عنده مهمه واحده يوصل الأذان الناس يوصل لعقول الناس باش يبعث رسالة اجتماعية رسالة سياسية رسالة دينية ورسالة في نفس الوقت ثقافية هي الصح قال اليوم في هذا التدهور في هذا المجتمع تاعنا المنفك المنحط اللي عاش فترات صعيبة أنا اليوم لازم نلحق ليه ونتكلم معاه اللغة اللي يفهمها عملا ب ما قلت الإمام علي أبي طالب رضي الله عنه يقول لك خاطب الناس بما يفهمون خاطب الناس بالكلام اللي يفهموه باش توصل الرسالة تاعك سينو وشكون راح يفهمك حتى واحد ما يفهمك تهضر على روحك ومن بعد تروح تكتبها في الكتب يبقاو شكون يقراهم ولا شكون يفهمهم لازم تهضر اللغة تاعهم ولو كان ما كانش هذاك الطريقة هذه تاع الفهم سهل باش الناس تفهم المساج هذا الديني والثقافي والسياسي وكذا الاجتماعي هذا عمر الاسلام عمر الدين الاسلامي ما كان يوصل حتى المغرب كان يقولوا لها في ذاك الوقت افريقيا عمرها ما كان يوصل حتى لهنا كان يبقى تما وخلاص والناس اللي يجيو كانوا ما يتفهموش وكيهضروا مع الناس يهضروا معهم عربيه فصحى والاخرين هادو هنا امازيغ وهذاك قاعد في بلاصتو والاخر قاعد في بلاصتو حتى واحد ما يفهم واش داروا هذوك العمالقه هذوك العباقره المسلمين الاولين اللي جاوا لهنا وحدهم كي اللي جاوا وحدهم برك وصلوا في 620 سنه من بعد اللي جات رساله 42 45 حتى 650 660 كانوا يمشيو وحدهم يجيو ويوصلوا و يتكلموا مع الناس باللغة تاعهم يحفظوا الأمازيغية ويترجموا العربية للغة الأمازيغية ويوصلوها لهم ويقولوا حتى الأمازيغ ذاك الوقت يقولوا هذا الدين يوالونا كاين دي بتي تيسكار موش دو طونزون طون هكذا بصح دون أونسومبل الدين الإسلامي وصل ونجح وكان عنده مازال موجود هذه 14 قرن اللي مازال موجود من هذيك الفترة لو كان ما كانتش هذه الطريقة تاع خاطب الناس بما يفهم ربما ما كانش يوصل اليوم دين الاسلام حتى لهنا اذا ندير القوس هذاك نبيعو ونعاود نرجع سيدي الخدم الحلوف هو الجماعه اللي كانوا معاه اللي عايشين معاه في الوقت تاعو هو الرائد هو كبيرهم وعاش في السن 125 سنه سبورسا نجمو نتكلمو عليه اليوم اللي هو البيوني تاع الصح هو اللي رائد هذيك الحركه الدينيه عن طريق الشعر الشعبي بين قوسين الشعر الملحون اذا احنا نوصلوا لهذا الشعر الملحون اللي بقى صحيح وبقى لحد الان هو مطيه فيكل باش يوصل كل الطاقه الثقافيه الدينيه والاجتماعيه تاع المجتمع انذاك ولا تاع العظماء اللي كانوا هما يكتبوا هما اللي وصلوا الرساله ويكتبوا لهم يقراوا من القران ويبعثوها عن قصائد واش دار سيدي الخدم الحلوف؟ اكتب كاع المواضيع اللي كاينه في القران اكتبها عن طريق القصائد
زيادة على الشيء اللي كان يشوفه، كان يشوفه هو يحضر مثلاً غزوات ويحضر سريات ويحضر معارك كبيرة ويكتبها يوصفها. إذن يخدم خدمة تاع جورناليست اللي أنا عارفه الآن، خدمة تاع مؤرخ. وكان كذلك يحكي لنا واحد القصائد واسمهم الجفر. شوف وين تمكن سيدي الخضر بن خلوف هذا يكتب هذا النوع هذا، ويقول لنا ارواحوا انتما شوفوا وين وصل. يعني هذاك الوقت تحدي كبير بالنسبه للناس المحافظين، بالنسبه للناس اللي كانوا ما يحبوش باش هو يكون، ونقدوه هذه 4 قرون والسيد موجود. ما تكلمناش عليه بزاف هذا السيد. قال ارواحوا نوري لكم واش راه كاين في المستقبل. نظروا الناس وقالوا ما يعلم بالغيب الا الله، انت راك تكفر يا زلمه. قالوا له انا ما رانيش نكفر، انا راني ندير في الاستشراف، انا راني ندير في الاستشراف وانا راني ندير في التوعيه. علاش؟ حل قوس واحد اخر ونقول حنا كيما رانا اليوم كون نصيبوا ولاد صغير هنايا في الحكومه في عمره 10 سنين ورافد كارو هكاك ويمشي، كيفاش تقول؟ تقول روح وليدي لو كان تبقى هكذا هذه الصفه هكذا، ولو كان تبقى حاكم هذاك الكارو تاعك وتمشي به من على 10 سنين كيفاش راح تولي؟ راح تولي من ذوك الكبار وتوصل لك الكبار، هذاك باينه طريقك كيفاش راهي خلاص. إذن انا راني نوريكم واش راه يسراكم لو كان تبقى هكا. انا نعرفوا باللي ما يعلم الغيب الا الله، هذه معروفه وما تنجموش تعرفوا الدين اكثر مني، خاطر السيدي خدم خلوف قاري حافظ القران وفي عمره 12 سنه، ما كانش واحد يشك في عربيته، ما كانش واحد يشك في دينه، يعني كان عملاق من عمالقه كبار في هذا الميدان. اذا نزل لهذاك الميدان هذاك باش يعالج قضايا اجتماعيه وقعت في المجتمع تاعو اللي هو عايش فيها، هو عضو في ذاك المجتمع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا المجتمع كالبنيان المرصوص يشدوا بعضه ببعض وذاك. اذا هذا الامر هذا كان يعرفه مليح بن خلوف، وجا لنا حتى لهذا الموضوع وتحدى الناس اللي كانوا يقولوا له ما ديرش دار. وبقاو لنا اليوم قصائد، ربما نهار اليوم 9 ان شاء الله تشوفوها هنا في مليانه مع بوليب يغني واحد القصيده، يا الناس اللي ما تقراو جايه تاع سيدي خدام بن خلوف، وسمعوها مليح وتشوفوا واش تقول هذيك القصيده الداخل. يذكر واش راه يوقع لنا اليوم حنا. اسمعها وتشوف هذه قصيده كتبها ديال بعضهم علينا حنا. هذا الشيء كامل قالوا وهو عالم من العلماء، حب يربينا عن بعد. هو هذا ديال بعقرون وحب يربينا، خاطر كان عنده فائض من المعلومات، فائض من الذكاء، فائض من الثقافه، خاطر كان عاش بزاف 125 سنه وتجول بزاف ويعرف العلماء كل، وكان عنده فضل كبير يوصل للزوايا اللي كانت معروفه انذاك، منهم سيدي بوعبيده اللي كان شيخه، منهم يعني شخصيات كبيره. كان يروح يشوف النسخ اللي مكتوبه باليد وابحاث كبيره كان يكتبها باليد ويوصل لها ويقراها ويحفظها ويزيد ينطلق الى زاويه واحده اخرى ويزيد يحفظها ويقراها. ما كانش يدير فوتوكوبي وما كانش يدير كوبي كولي وما كانش يرفدها في القفص، كان يرفدها في مخه. اذا هذا الشيء كامل خلاه يولي هو عملاق من العمالقه الكبار، وحنا نفتخر به الان خاطر عندنا شخصيه كبيره مونيمون كولتيرال ناسيونال اللي نفتخر به الان. هذه 4 قرون عاودوا نسترجعوا ذاكرتنا ونسترجعوا ثقافتنا ونسترجعوا هويتنا. وحبيت نعمل نقطه خاطر حبيت ثاني نسمعكم موجود اليوم، ماشي باش نهضر لكم ما نديرش ديسكور، ندير بوتيت كومينيكاسيون اونيكمون فور اون اونتري اون ماتيير باش نديروا ان بتي ديبا بيننا. فوالا. شكرا. شوف بارتي دو تروازيام طون مي جي رياليزي سا بيوغرافي الله يرحمه، سي سا بروميير بيوغرافي، وكان يحب بزاف لي بيوغرافي، اي سي بور سا علاقتي كانت مع هذا كنت نحب لي بيوغرافي. علاش؟ كي تروح تقرا لي بيوغرافي كي دير وحده حدا اختها وحده حدا اختها، هو ستا بانتر يعرف بانتر في تو ماشي غير بانتر فقط، يعرف لو بانتر
كي يدير فسيفساء. فسيفساء اللي كونستيتوي دو بوكو تشوز كوم ان باتشورك. هذاك الباتشورك هو اللي كان سبيسياليزي فيه. انا بالنسبه ليا جو في دو باتشورك بصح دو باتشورك افيك لي بيوغرافي. ندير لي بيوغرافي تاعو لا بيوغرافي تاع العلاقه تاع محي الدين باش طازي تاع خليفه بن قاسم تاع هذا تاع كي نديرهم هذو كامل. هذه هي تاريخ تاع الموسيقى الجزائريه. كي تلمهم كامل وتشوف نقطة الضعف، تشوف النقطة اللي تلاقاو فيهم، وتشوف واش كانوا يعملوا. كانوا يعملوا كاع وظيفة واحدة، خاصة من في الغرب وين تسيب الشيخ حمادة ولا الشيخ حمو الفرقاني ولا تسيب محمد بن تفاحي ولا تسيب كل عندهم كامل هذو كاع عندهم مهمة واحدة، سواء في الموسيقى الأندلسية ولا البدوية ولا الصحراوية ولا نامبورت ولا الشاوية كاع كيف كيف. عندهم مهمة واحدة، وهذا الشيء اللي استخلصته من الأبحاث الطويلة اللي عملتها في هذا الميدان. كان هذا هو قاسم مشترك بيني وبين عبد الرزاق جزار الزازاك الله يرحمه. شكرا. إذا نشكر سيادة كيف كان ذكي هذا الرجل قدام الناس، ومن بعد يبقى السؤال هذا ومن بعد حتى واحد ما يهضر. روكاين دو كيستيون، يقول سوا تو موند كومبري، صافي ما بلو ريان ادير. سواء انا rien compris لازم تعاود سا سي بور السورير ان بو وي لا ريلاسيون بين الاندلس اي الفلامينكو باسكو في اثنين اللي سون اوريجينال دو لوروب دو ليست دو ليست اسبان فوروك سي سي لا سول كيستيون هو الاندلس. الاندلس راهي موسيقى عربيه وصلت للاندلس، سميت هذه الموسيقى سميت فيما بعد اندلسيه، وصلت هذه الموسيقى العربيه الى هذاك البلاد اللي اسمها الاندلس اللي جايه في اوروبا باش نعرفوا زعما الناس يحسبوا بلي الاندلس جايه من الجويد تاعنا لا الاندلس جايه في اوروبا باش نعرفوا C'est une c'est pour ça que je refuse parfois d'appeler de la musique l'ismoa andalouse. Maintenant, d'appeler musique andalouse. L'Andalousie se trouve en Espagne. Nous sommes en Algérie. Ou le genre que nous exécutons aujourd'hui, l'ismoa en Zéria, l'ismoa en Tahmel Mouachou, l'ismoa en Tahar Fergani ou l'ismoa en Arabie Bensari, mais quand je suis espagnol, à Dandarana, où les Algériens cherchent à faire, qui fait chanel de figure à des pourrons. اللي فاتوا الجزائريين يخدموا ويألفوا ويصنعوا ويديروا هذيك الموسيقى من توصل حتى لعنا نقولوا بدا كاع ما درت والو هذيك اندلسيه لا لا هذيك جزائريه صح عندها ربما قصور هكا متنصبوا خيط هكا اللي جايه من تشبيليه وهذيك جايه من هذيك كي نبقاو نفتشوا على التاريخ كي نبقاو نفتشوا على التاريخ العرب ثاني نصيبوهم في العراق ونصيبوهم في سوريا وبلد نقولوا حنا ثاني سوريين وعرفنا on n'a pas honte de dire que c'est une musique algérienne. C'est vrai. Quand on trouve ta face, c'est beau, avec une norme algérienne, une autre tarif, etc. C'est une musique algérienne. Et donc, la musique andalouse, qui quand tu fais l'andalouse, je vais imaginer là, l'andalousien, tu as vu que l'Espagne, le Janoubia, il y a l'andalouse, كانت مالكتها الأمة العربية الإسلامية pendant 8 siècles من 711 حتى 1492 هذه عليها راحوا في هذا الوقت هذا الكبير الموسيقى العربية دخلت ضربت أطنابها ثم الموسيقى الإسبانية خذت جانب واحد من النوع الأنتر جيمي هذا العربي الأندلسي اللي كان في إسبانيا واسمه السيكا ان مود parmi les 24 modes. Un mode parmi les 24 modes, هو السيكا منه بدا بناو لو فلامينكو. لو فلامينكو اللي جاي من لامينتو. لامينتو فو دير البوكا. البوكا على الاطلال حنا نعرفوه منذ عروة القيس. منذ الجاهلية باردون. دونك ماشي منذ حنا نعرفوه منذ الجاهلية. منذ وجود الانسان فوق الارض. يبكي يغني تروح عليه الحبيبة يبكي يضربوه يبكي يروح له يموت له واحد يبكي يعني الإنسان اللي ما يبكيش
ماهوش انسان يعني البكاء والضحك خاصيه من خصائص الانسان. اذا لامنتو ولاو يبكيو على امورهم الاجتماعيه التاريخيه كثيرا خلقوا هذا الفلامينكو اللي ما يتطلبش بزاف امكانيات، فيه رقص وفيه قطار، هذا واش كاين، هنا قطارات ورقص، هذا هو. Non, c'est différent. C'est différent. Le monde de Zigan est tout à fait différent. Il y a avec une charte européenne. Avec l'Europe de l'Est qui a développé les Zigan. Oui, bien sûr. Il y a toutes les musiques du monde hein, dans le rapprochement. Je citerai un exemple concret. Akda Bain, la musique celte en Europe aujourd'hui, au nord de la France, aujourd'hui en Bretagne particulièrement, et la musique kabyle, qui est exactement kif. Donc les musiques se ressemblent, pourquoi? Parce que l'être humain est le même partout. Donc, c'est exactement la même chose, la note de musique. Il y a sept notes dans le monde. الانسان ما خلقش مثل ما خلق سات، وهذوك هما اللي نمشيو بهم نهار اللي خلق الانسان. هذه هي سي بور سا كي دي رابروشمون. مي لا ميوزيك تيغان جايه من لوروب دو لاست، اي il y a eu des mouvements de population tout à fait normal. مي à l'origine هذوك تما لو لامينتو يبدا في اسبانيا، باسكو هما ثاني بكاو بلادهم كانت بالنسبه لهم كانت محتله من طرف العرب المسلمين بوندون دو لونغ زاني وي سيكل، ماشي حنا غير قرن و 30 سنه قريب دوك رانا نهضرو كاع حنا فرونسي روك اسكو سي وي سيكل. مع هذا بقاو محافظين على الثقافه العربيه الاسلاميه لحد الان، بقاو محافظين. يقول لك الحاجه المليحه، اولا لي اسبانيوس كيسافر، يقول لك الحاجه المليحه حاجه اللي يسيبوها شابه كيما لوفر تاعك هذه انايا اللي بان يقول اوه Travaille moro, ça veut dire un travail arabe qui est fait par les Arabes, c'est bien fait. On va dire que les Français n'ont pas peur, ou le travail arabe, ou le travail n'est pas cher. À la Sidi Mokhtar Mokhlouk, quand on a un surnom, c'est le cas. الوغ حبيت نعرف اسكو فريمون كان كيما حنا نقولو كحل هو على بالي بلي طورال ما عندناش لي موار، حبيت نعرف غير ابوبري. هو قبل ما يزيد على بالك هو سي ان انفون اونيك في الكوبل تاع بابا ويما اونيك ما عندوش واحد اخر، وقعدوا بزاف باش عندهم انفون. كانوا يستناوها بوندون دي زاني، نهار اللي حملت يماه هذه كلها من قبل كانت تروح عند واحد الشيخ سموه الشيخ محمد الكحل، سي واحد اللي قريها في الزاوية بوطي في ولاد خلوف، مازالوا موجودين. هذاك الشيخ هذاك تروح عنده وتقول له كان يزيد عندي وليد نسميه عليك هذا، كانت نيت هذا. ونهار نهار اللي زاد نهار بزاف فرحة كبيرة وكذا، جدو سماه الخضر. علاش الخضر؟ للتفاؤل. علاش؟ في التقاليد تاعنا حنايا، كنا كاع حنا في العائلة تاعنا، من مرا ما تولدش هكذا بوندون بون طون، كي يزيد عندها ولد ولا اللي نقولوا كل عامين ثلاثة تولد ويموت، تولد ويموت تولد ويموت، من بعد نهار اللي يزيد يسميوها اسم مقلوب. نقولوا مثلا كيما يقولوا في الشرق مطيش ولا لكحل ولا مسود ولا حاجه باش تنحى عليه العين. كاينه ولا لا؟ اذا سيدي الخضر المفروض باش يتفائلوا سماوه الخضر. عنده زوج اسماوات سيدي الخضر، عنده لكحل وعنده الخضر. الخضر جده هو اللي سماه، شكون اللي قالها لي؟ هو بنفسه في القصائد تاعو يقول سماني جدي. الخضر سماني جدي. ولكحل سماته يماه. كلها دونك عنده بدا زوج الوغ حنايا دي فوا كومونس ا ديسكوتي قال وي لك حال باسكو لك حال ولا فور منا نو تورنا بو كوبي شوبون كاتو لا لا فيتا ليستوار سي سامبا منين جا من عنده هو قصايد
نشوف الوطن ما عرفوش الوطن في الجنب مليان باسكو الانتيري تاعها تاع التمثال دونك الحاج عربي بن صالح سي فري الحاج عربي بن صالح كان مونيمون دو لا ميوزيك اندلس في الغرب يقولها اونتر كيمي ليكول هي ان ستيل ليكول دو تلمسان هذه تلمسان دايره كيما الجزائر كيما قسنطينه هذو ثلاثه تاع لي بول العربي المصري سي لي كرون ماتر بيان سور ليكول جويف كي دي افون فيها بزاف يهود وزعيد وريبي ومسعيد وبزاف وواحد اخرين الشعب المضفه وشيخه دابا الشيخ العربي المصري هذا العربي المصري مات 24 ديسمبر 1964 اكزاكتومون هذا الشخص هذا هو اللي حافظ على هذاك التقاليد الموسيقيه الاندلسيه خاصه بتلمسان حافظ عليها يقول لك حنا في مثل الشعبي كي دون مود موسيكال تاع اندلس يقول لك لو كان ينوض زريال يخدموا معاه التمسانيين تالمون حافظوا على ما تبدل اليوم سي اليوم تبدلت الامور خذا واحد الطريق تاع عصريه اكثر بدلوا شويه النوع تاعهم ولكن بكري جو دير لي زاني 70 يمكن ماشي بزاف في فرونك هذوك لي زاني 70 دونك العربي بوكو جون سو ترومب يغلطوا بين هذا الجون اللي هو اسمه العربي هذا العربي ماهوش معناه بيدوان ماهوش معناه تاع العربيه نو هذا العربي سي ان جون دو لا سيتي سيتادان تاع الحضر العربي منين جا هذا العربي جاء تو سامبلومون من النوع اللي خرج من المدرسه تاع العربي بن صالح اللي تسموها الغرناطي اونتر كيمي المدرسه التلمسان وخرج منها ان جون كري اونتيرمون بار ليس الجيريان تم في تلمسان مع بن مسايب وبطريكي وبن دباع وهذوك الكبار هذوك اللي كانوا يديروا الشعر ويديروا لا ميوزيك بور كومباتر لا ميوزيك اندلس اللي كانوا شادينها اليهود في واحد السنوات هادو سماوه الحوزي هذا الحوزي هو بالنسبه للاندلسيين المحافظين سي ان سو برودوي يعني نوع ناقص بالنسبه للاندلس تاع تلمسان هذا مش سو برودوي ولاو يضحكوا عليه الاندلسيين هذوك اللي قاعدين مرفعين ويديروا الاعراس كبار ويديروا كذا يقولوا فالميمي هذا باش يريح هذا الشيخ تاع الاندلسي تاع التمساني يقولوا له جيب روح هذاك الحوزي هذاك اللي يسكن في برا هذاك هنا جيبو باش يغني لنا شويه تاع الحوزي زعما حاجه ماشي مليحه جيبو باش يلهي شويه الناس لو طون اللي الاخر يريح يغنيو هذاك الحوزي بتيت ابتي هذه صار ديماري اون 16 سيكل 17 سيكل 18 سيكل يخرج شعراء كبار ولا هذا النوع حوزي ولا نوع كامل وسموه الحوزي مي لا سينيفيكاسيون تاعو هي حاجه ماشي مليحه سي تادير اون دور الاحواز الشعبيه اللي جايه اون دور دو لا سيتي نقولوا المدينه هي صح وهذوك اللي اون دور العربيه هذوك اونتر كيمي عربيه ستادي العربي اللي جاي من برا هذاك ما نديروش عليه هذاك غير باش يريح شويه ومن بعد الاخر يرجع الوغ لو ميم فينومين نو سومو 16 17 18 سيكل لو ميم فينومين سي باسي ا الجي بين بليده وتزاير بين بليده وتزاير il y a la structure musicale andalouse qui se fait moi sana sana ta musique andalousia ta tsir a cause منين جايه جايه من كوردو من قرطبه alors هذه الصناعه هذه شكون يديرها يديرها سفنجة ويديرها محمد الفتاحي و تو ريسامون سري وخزناجي والزيرية وهذو هما اللي يديروا هذا النوع هذا اسمه الصنعة كاين واحد الشعراء جزائريين وحتى اندلسيين منهم المعتمد الملي دار المعيجارة هذا الشيخ المعتمد اندلسي كتب في الصنعة مصطفى الكبار كتب في هذا النوع اللي ضد هذه المدرسه هذه واسمها مدرسه قرطبه كان يقولوا هذه قرطبه هذه ما احنا ماناش انا في الجزائر رانا في بليده علاش الاخر يقولوا رانا في تلمسان اذا هذوك القرطبيين هذوك المحافظين الصحاح اللي قاعدين شادين لا فينونس ولا بوليتيك ولوتوريتي البوفوار هذوك يسميوهم العروبي واش معنى العروبي سي سون دي سيتادان
ce sont des gens qui écrivent de la poésie, qui m'a Mustafa Qparti, qui est un mufti fi Dzaïr. Eh, qui est un mufti fi Dzaïr. Mustafa Driouch, c'est un enfant de la Casbah, fi Dzaïr. هذوك اللي كانوا يكتبوا هذا النوع متزاير ماشي عربيه واش هو لابيلاسيون سو سون اندلسيين اللي سموا هذوك عربي بور لور دير اتونسيون انتم ماشي تاعنا انتم جايين من برا خاطينا انتم الوغ لا ميم شوز صارت في قسم دينا افيك لا تروازيام ايكول سي تاعي لو تروازيام ستيل تاع لو جونر محجوز تاع قسم دينا سموه المحجوز بصح الوريجين سي ان جونر جاي من شبيليا وهذه إشبيلية دونك جاية من الأندلس وسموها الجيري راهي في قسنطينة دونك ولاو يسميوه مالوف ألوغ كالوريجين تو لي ستيل هادو اللي عندنا تاع اللي جات من الأندلس ودخل الجزائر للمغرب الوسطى هذا كان اسمه مالوف من بعد نقصد تلمسان سموها غلاطي ثاني سموها القرطبي تاع الجزائر العاصمة صنعاء والثالث سموه المالوف قال مالوف الا في قسنطينه واش يقولوا هذوك القسنطينيين اليهود ولا اللي كانوا متمركزين على السلطه متمركزين على الموسيقى الكلاسيكيه واش يقولوا الاخرين اللي كانوا يغنيوا بالكاف ويغنيوا بالزرنا ويغنيوا توسا الاندلسي خلطوه ورجعوا لهم بالدارجه هادو سموهم المحجوز ما معنى المحجوز محجوز هي حاجه في فيها حاجز اللي ليميتي ما عندهاش وين تروح يعني هذا النوع تاعكم الى ليميتي لا في قسنطينة الوغ اون روتروف لي تروا زابيلاسيون كيف كيف هذا يقولوا حوزي انت ماشي تاعنا وهذاك الزوج تاع الجزائر يقولوا انت عروبي والاخر يقولوا انت محجوز تسمى كي لي تروا الوغ فينالمون هادو لي جون شكون هما هادو لي تروا جون اللي نقولوا حنا عروبي ومحجوز وحوزي هادو لي تروا جون Ce sont des véritables genres algériens purement créés en Algérie. Enfin, on doit leur hisser un drapeau boulot, vive à l'écoute, parce que tout le monde est un sac jazéri, mais très long jazéri. C'est vrai, Djibout, Stilhemoul, nous attaquons la Chôme, c'est pour vous installer, mais je vous dis, nous avons des soucis, nous avons beaucoup, mais d'abord, je vous ai déjà dit, je vous ai dit, je vous ai qu'est-ce que c'est, je vous ai dit, هذا هو دوك الاوروبي اللي بارتي دو لا سو ني با لو جونر بيدوان لو جونر بيدوان سي اوت شوز لو جونر بيدوان سي سكو في شيخ حمادة سكو في الجرموني سكو في هذوك الاخرين علي الخشبي و شيخ جلال عيدات السخلي في عمد هذا هو لو بيدوان عنده انواع وعنده الدنيا تاعو وعنده تاريخه واحد اخر هذا هو البدوي العربي سي اون ابيلاسيون سي اون ديفينيسيون بيجوراتيف باش يضحكوا عليهم يقولوا لهم هذا النوع تاع معك هذه هي اللي وقعت في التاريخ دونك لي الشيوخ واحد اخرين سي فري الشيخ الحاج حمادي البغدادي سا سي لي كرون نو اللي كانوا قبل الشيخ العربي البصري اي دي كرون نو كاين بزاف ما نجموش نذكرهم كاع دروك مي لو بلو كرون فيهم الشيخ العربي البصري وكانوا اليهود بزاف لعبوا دور كبير كما لعبوا دور كبير في تلمسان كما لعبوا في قسنطينه كذلك في قسنطينه ثاني كانوا اليهود بزاف هما اللي كانوا اون فوا شارنيير ما لازمش يكونوا قاسيين مع هاد اليهود خاطر كانوا يهود سيفاراد بالنسبه لليهود اشكيناز اليهود اشكيناز اللي جايين من الشرق هذوك هما القباح هذوك هما اللي ضد العرب وضد المسلمين العرب السفارات هذو هما اللي جابوا معنا الموسيقى العربيه الاندلسيه اللي شاركوا معنا همومنا هم اللي جاوا معنا من بعد كي حوزتنا من 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 الاندلس هذيك ايزابيلا الكاثوليك راهم جاوا معنا هما فضلوا يجوا معنا يعني كانوا دائما يمشيوا العرب مع اليهود كانوا يمشيوا مع بعض ودخلوا المغرب الوسطى مع بعض حتى ديكري كريميول مع فرنسا ديكري كريميول لي جويف فون بريفيري يقعدوا جويف الجيريان ما بغاوش يروحوا يدوا ناسيوناليتي فرونسيز على ليبوك وحدهم يعني شفت لي جويف فون بارتيسيبي كي تبقى دير التاريخ بكل موضوعيه بتوت اوبجيكتيفيتي هيستوريك من دخلوا دون لا بوليتيك اون تروف اون بوبولاسيون كي ا في بوكو كي اون ترافاي سيتي دي مالان سي فري اليوم مازالوا معنا بصح حنايا ندي لا فيريتي اون دي جون اون بلون دو ريكول اي اون اي سافون دون ان دومين نورمال اون بارل دو كولتور اونيكمون اي دو
développement d'un genre musical lui Roma qu'un album Yitfia. Voilà, j'espère avoir satisfait votre curiosité. Merci. والحمد لله صديق الشرف عني يعني شفت في اليوتيوب اللي دارت في المسام اليوم يعني باش نطرح أسئلة يعني أنا بلادزي يعني الحمد لله عندي سؤال أول يعني كونسيرنو الشعر المرحوم يعني كاين شيخ أخضر بن خلدون كاين مثلا معروف عنه المغراوي يعني القطر العالمي يعني حنا في الحوزي علاش يعني خيروا مثلا يغنوا بزاف بن مسايب بن تريكي بن سهلة مثلا اسكو نشوفوا بوكو بليش الشعبي يغنوا على يغنوا يعني المغراوي يغنوا الدرزين يغنوا القدو العالمي نهضر بالخلوف يعني اسكو بوكو بليش هذاك الكلام تاع بالك يعني يوجد بزاف الحوزي ولا ما غنوهمش ولا كاين يعني بارتي حضري بارتي بالك فيها بدوي يعني علاش الحوزي مثلا بزاف ما يغنوش مثلا يغنوا بالك شي قصيده وحده للمغراوي اون دابري مي كونيسونس مانيش يعني يعني علاش كاين علاش مثلا ما نشوفوش يعني قصايد تاع المغراوي ولا قدو العالمي ولا حمد الكندوز ولا مثلا نشوفوهم في الحوزي يعني السؤال الثاني ميرسي هذا الاول السؤال الثاني كونسيرمون الطبوع الاندلسيه تاعنا اسكو هي عندها اوريجين دي اوريجين يعني امازيغ يعني تاعنا هي امازيغيه في الاصل يعني تربت في الاندلس ومن بعد يعني يعني زادوا لها الكلام هذا فلاش كاين العرب اللي من المشرق اللي يعني غناو هما فهم هو الشعر تاعهم عندهم الطبع يعني تاعهم سبيسيال يعني كي نشوفوا العرب اللي هذا تاع المشرق ماشي تاع المغرب العربي يعني السؤال الثالث يعني سمح لي يعني كونسيرمون الطبع الغريبي كي نديروا استخبار غريب اللي يديروا في الحوزي ماشي هذاك هو الاستخبار يعني اللي يديروا يعني كثر حنا في النوبه الاندلسيه في نوبه الغريب شنو بزاف يعني طرح السؤال هذا المره بهذا الحال قالت لي بلي نوبه تاع الغريب نستعملوا فيها طابع الاستخبار طابع العرب بس كل غريب هذا يستعمل في الحوزي مثل بارتي لسات فور مود فاندامونتو يعني بس كل هذا الغريب استخبار الغريب اللي نعرفه في الحوزي بس كل كي جاوا لهنا يعني اصحاب التمثال هما اللي داروا بالك ما كانش اكزيستي من قبل يعني هو يعطيكم الصحة بزاف بارك الله فيك على السؤال اللي بيان بريسي راني طالع مليح يعطيك الصحة سي شوز لي بوات شوف كاين واحد باسكو كاين واحد الحوايج ما نقدروش نفسروه مهما كانت المهمة تاعنا وتاع الناس اللي يعرفوا في ميدان ويؤدي كل شيء واحد الفينومين ما تنجمش تفهمه لحد الآن هذه لاحظتها شخصيا في المغرب كي يبداو العراس تاعهم يبداو العراس بسيدي الخضر بن خلوف ويبداو العراس تاعهم نمزاي يبداو باغ اكزومبل بالحرم يا رسول الله حرم يغنيو هكا في دخلوا العراس تاعهم والعراس تاعهم هما سي العمود الفقري لا بيير اونغولار دو لا كولتور ماروكان سي العراس يبداو بهذه الكلمات سيدي الخضر بن خلوف حسن ما يقال عندي ولا الحرم يا رسول الله تاع النمسي حنا هنا في الجزائر اللي ينطق يوم الجمعه خرجوا ليا تاع فاس العنقه اجل عرانيكم يرجال الكناس يعني هذا هو الشيخ الكبير اللي يغني تاع الكناس وتاع فاس سي ان فينومين كوم سا دي شونج كولتوريل في بار لانستان في بار انستان ماشي قال واحد قال لهم يا انتم غنيو هكا وانتم غنيو هكا لانستان في كو اليوم هذا هو الفينومين كي اكزيست الوغ دو لا à dire qu'est-ce que je dis moi personnellement parce que la réponse est elle est personnelle tout à fait personnelle tu m'as dit que mais j'ai la halle qui m'a remé pour le mois de ma réponse personnelle est le manque de communication à un moment donné et aussi واحد اللي قاعد في الجزائر ما يحبش الناس اللي قاعدين في تلمسان علاش تلمسان عندها واحد تاريخ كبير راهي تي كابيتال دو المغرب سنترال بوندون 4 سيكل ولا 5 سيكل دونك بقات هذيك لا دوميناسيون هذيك مازالت في ريسان ميور دونك حنايا كنا احنا نحكموا فيكم الجامعه تما والسياسه تما والملوك تما وكلش تما دونك واحد اللي قاعد في الجزائر هكا يقول لك انتم ولاد ريان دي تو انتم
ما وقت الزيانين ما درت والو يعني ما نجمش تحكم فيا ما بقاو هكاك صافي الانتاج اللي داروه الناس تاع تومسان وهو الحوزي منهم مسايد بن تريكي وبن دباح وبن دباح قسنطيني غير قرافي تومسان سموها تومسان وحتى المنداسي المنداسي قرافي تومسان خاطر سيتي لا كابيتال كاع الناس يروحوا يقراو تما حتى سيدي بومدين فات من تما يعني سيتي كرون كابيتال بلاد العلم والعلماء بلاد التاريخ كذا دونك سيتي سيتي لافار تو مون ترانزيتي كانوا يفوتوا من تما اذا هذا الامر هذا خلى ان جونر بويتيك مارجيناليزي اي بوي ليجيموني دي بوليتيك ليجيموني دي كوميرسون دي كرون كوميرسون دي كرون اوتوريتي تو سا ما تخليش هذاك النوع يخرج مثل مثلا تقعد تقعد انت وخداش نعرفوا الحوزي هنا في الجزائر ولا نشاط تاع بعد الاستقلال دونك سي تو ريسون كانت من قبل الشيخ عطيف ما من كانت تجي للجزائر ولا الشيخ عبد الكريم لالي كيف بيان ابري مي تيت ما هي الاولى كانت تجي للحوزي تو سي دي لا كروند تروفاي في الجزائر كاع يفرحوا بها ودير الحوفي ودير الحوزي الناس سي تي تروفاي سي كيك شوز دو ميرفيو دو نوفو كل شيء اذا دونك خلاوهم هذوك الناس تم لي زالجيريان منهم او ديبي دو سياكل الشيخ الناظور الشيخ الناظور ماشي العنقاء الشيخ الناظور هو الاول اللي مات 19 مايو 1926 اكزاكتومون في شرشال ومشي شرشال مرتو شرشاليه ومات في شرشال هو من الخطريه بارستو هذا الشيخ مصطفى الناظور هذا مصطفى الناظور كان يروح يرفض روحه ويروح للمغرب يروح عند الشيوخه ويجيب واش يمدوا له هما يمدوا له تاع المغراوي وكانوا ماهرين المغاربه كانوا كانت واحد الحركه كبيره تاع الشعر الملحون تاع هذا النوع اللي كنت نحكي الفترات تاعو الفترات تاعو وكانوا ماهرين بزاف عبد العزيز المغراوي هو كبيرهم في المغرب ويقتلنا واحد اخرين سيدي قدو العالمي اللي مات في 1850 بالضبط في مكناس وشعراء واحد اخرين الجيلاني بتيرد والعربي المكناسي اللي عاش حياته كامله في الجزائر عبد الرحمن مجدوب اللي كان حياته كامله هو في الجزائر عبد الرحمن مجدوب معروف في الجزائر تم مرور هادو هما البراساج اللي جابوا برومي بول هو هذا الشيخ الناظور اللي كان يجيب قناطر تاع الشعراء حنا نعرفوا هادو اللي كانوا يروحوا الفواياج تاعكم تاعهم كان باين يقولوا الشيخ الناظور مشى في تالاني مشى للمروك كان شيوخ واحد اخرين في مدينه مستغرام كان واحد السيد مرفع هكذاك شخصيه وبرو كوميرسون كان يعيط لواحد الشيخ تما يقولوا له الشيخ القاسم بن سعيد وثاني شاعر ويقول له هاك درهم هاك كلش وروح المغرب وجيب لي الكتب تاع المغرب دونك يروح يكتب ويجيب كاع هاد القصايد تاع تما وينشرهم هنايا سيتي تاع مود حنايا او ديبي دو سيكل دو فانتيام سيكل كانت شويه موضه من يغنيو مغراوي خاطر جديده ياسسها سيدي خدم في السيزيام سيكل ولكن حنا ما درنا والو بوندون ديسيتيام سيكل وصلنا حتى للديسويتيام باش تخرج حركه تاع التلمسانيين وين خرجوا هادو بن مسايب بن سهله باريفيس وخرجوا الاخرين من دباح اللي عاشوا قعد تما في تمسان وزاد في القرن العشرين قدور بن عاشور الزرموني وواحد اخرين كذلك مصطفى بن ديمراد والاخرين هادو تلمسانيين مي سي تي كيستيون دو مود هذا ما كان اي اوجوردي كاس كون كونستات سي من ينطق واحد في الشعبي راكم كاع لاحظتوها ينطق تقريبا ماروكان حتى في النطق حتى يقول كاد تجيب لي وكاد دير لي والحراز والحرارس كاع اللي قال لي كانوا مرميين عندنا في المغرب ولا وحنا عندنا احنا كاين واحد كتاب على صحاب الحراز ويغنيو يعني حنا نتباهاو ويفرحوا بالحاجات تاع اللي تجينا من هنا كاين ثاني نوت فينومين اوسي حنايا نكرهوا بعضنا بعض ما نحبوش روحنا اون نو سام با On ne s'aime pas, on aime les autres et on ne s'aime pas. C'est ça qui fait notre problème et ça fait que notre taudem, on va emprunter le genre. Et on a emprunté. Bon, vous allez me dire, si on remonte un peu dans l'histoire, nous sommes à peu près à la fin du 16e siècle, nous sommes en 1570-1574, le Maroc, l'Algérie n'existait pas.
كان المغرب مستعد كيف كيف سيدي خضر بن خلوف كان يقلع من المستعدين ويمشي يقصد لنا وعاود يمن لي يروح حتى لفاس وعاود يمن لي ما يعرفش لا فرنسيا كان والو يعرف الزاويه الفلانيه يعرف الوادي الفلاني ويعرف هذيك البلاد ويروح يعاود يمن لي ما كانش نهضر كيف كيف المرابطون مع يوسف بن تاشفين كان يقلع من مش عارف مراكش اللي كيف ياسسها يجي حتى المصطلح لما ياسس الجامع ومن بعد يبني مش عارف واش كيف جاي ويعاود يولي يروح حتى لاسبانيا يضرب مع واحد العسكر ويعاود يولي يعني ما كانش في با فرونتيير في با فرونتيير هذاك الوقت حتى لا فان دو 16 سيكل باش تبدا تبان لي ديناستي من طاحوا المرينية دابور في فاس طاحت 1500 اونفيرون 1570 زادت الزيانية تاع تلمسان طاحت وزادت الحفصية تاع بجاية وتونس طاحت كذلك او ميم مومون يا في بتات اون فانتان داني بيناتهم طاحوا كاع شكون لي رومبلاسيهم رومبلاسهم لي بايليك بايليك دو كونستانتين بايليك دو تيتري في بديه بايليك دو طوران بايليك دو مازونا هادو اللي يشدوا ولا البايد البايس هذا لو غوفرمون دالجي اللي يشد لا ريجون ستارشي اسمها الإيادة ديال الجزائر هادو سي سا كي اون رومبلاسي هذوك لي ديناستي من قبل حتى ولات مع فرنسا لا فرونتيير ولات الجيري ماروك تونس هذه هي جيستومون على بو دو لا كاتونس تو مازال تاع سبيسياليتي تاعك في النص والطرف خليهم عليك الغريب والحسين لي مود موزيكو تهضر على لي مود موزيكو شكون اللي فيهم يعني الاصول تاعهم لي زوريجين الو لي مود موزيكو لا بلوبار جايين سواء من لا غريس سواء من تركيا سواء جايين من الطريقه الموسيقى تاع المقام العربي اللي جاي من بعيد من قبل الجاهليه وهو موجود وجاي مع دونك كان واحد الخليط كبير كي تقول توشيا راهي جايه من تواشيح من تواشيح تاع سوريا ومن بعد كي وصلوا للاندلس دونك نو سوم دون لو موشح فار دو موشح سي تواشيح سي بور سا كيليا هذيك لانترودكسيون موزيكال كون ابل توشيا ويقولوا لها في مكان واحد اخر البشراف مي لي غريك اون ايتي بور كيلك شوز لي تورك اوسي هذا هما لا بلوبار دي مود ميزيكو عندهم اصول تركيه وغيرها علاش؟ سيتي ان موديل كلاسيك نو سوم اون اندلس نو سوم اون اسبان نو سوم اون اوكسيدون اصول تاعهم سي غريك سي لاتان سي تو سا دوك هو لابد يجيبوا من تما لي تورك اوسي باسكو il y a aussi une influence turque باسكو كانت الدوله العثمانيه بوندون تري لونتون هي السيده في المحيط لهنا دونك الانفلونس تورك الي لا دي ميم تو لي جور ميم معنا اليوم اكزيست الانفلونس تورك جو ريفيان للغريب حسين لي مود دو باز دو لا ميوزيك اندلس كاين سبعه اخي فول مي كونيسي نقولهم مع بعض عرق موال رمل مايا زيدان جاركا سيكا هادو هو المزبوط هادو سبعة هادو سبعة عندهم دي ديريفي عندهم دي ديريفي واش تبقى رانا في المايا المايا عنده الديل وعنده راس الديل والعرق عنده الغريب وعنده الحسين انا متفاهمين شكرا وكاين تلمسانيين جابوا توشيا غريب حسين وجابوها عن طريق بنت فاحي اللي كان يروح ويجي دائما جابوا هذوك وصلت للجزائر ولاو يخدموا توشي غريب حسين اللي بارتيكولير غريب حسين داخله في ليماطا كيف بصح من بعد افيك لانديجونس كولتورال انتيليكتوال انديجونس دو كومونيكاسيون اللي بيناتنا الشيوخ يشدوا هذاك ما يبغيش يمد الاخر ما يحلش من راسها الاخر ما هذا لي كان هاد الحوايج نقصت 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 حتى ولات فيها النص من 24 او بروسو مودو من 24 ولينا في 12 ونص تقريبا مثلا جاركا ما عندهاش توشيا رانا في نص باتريمون هذا واش شدت الذاكره تاع العرب المسلمين اليوم الجزائريين هذا واش عارفين اليوم الوغ باش يديروا باغ اكزومبل من يديروا النوبه غريب
يديروا لها التوشيا تاع المغرب سا اكزيست مي لا ميموار بحرتها ما بقاش صافي واش نديروا لها المغرب نديروا لها العراق فهمني نديروا لها الحسين بورفو تشبه رانا كيف كيف كما رانا في الزيدان اون في اون في رام باريزون اون في الجنبه اون في دونك هذا هو لي جون كي ستابروش اي اون سي ريتروفي اليوم كيفاش يخدم خويا الحاج يوسف في الزيريه اون في دو كولاج اي اون في ريسومبلي باغ اكزومبل اون كوردون لي كولور هذه لا كولور تاع في الروج هنا نعطيها شويه تاع فيولي هكا يشبه الروج ونبقى معاه وهذه نسميها موزيك اندالوس كامله قال هذه النوبه تاع الزيدان الوغ كو سي اون شيرش الداخل فيها ما نسيبوهاش كيف لا نسيت تفتش عليها مليح ما نسيبش دونك هي دي زيرو Voilà un peu ce qui s'est passé dans le Hassin et dans le Harak. Le Harak, c'est vraiment le mot de base où Jaïn Moura, le Hassin, ou le Grib, et le Grib Hassin qui est une troisième formule. Bon, salam alaikum. Ata alam baynana, on a zelda sahab al-aïdadan, fi madhira miyan. Ani hna. Marhaba fi madhira miyan. Taban, بيوغرافيا الشيوخ اللي كانوا عندنا الله يبارك على امتداد الازمنه انا عارفين باللي كان المستوى راقي لكن عارفوا باللي الادب والفن عنده رساله للمجتمع للمتلقي ما مدى تاثير الرساله الفنيه الان احنا نشوفوا يعني المجتمع في الحضيض ما مدى تاثيرها على المجتمع لا هو مشكل ترى مشكل في اللي يعرض الطرب الاندلسي والطرب الشعبي ولا المشكل في المتلقي وشكرا المشكل متشعب ماهيش قضية واحدة برك بارسكو هذاك ما دارش ولا هذاك هكذا نوصل في سيتياسيون عايشين وضعية حالة خاصة تمر بها بلادنا وداخل فيها السياسة وداخل فيها التاريخ وداخل فيها أمور كثيرة ماهوش اليوم موضوعنا هذا وأنا شخصيا بعد كثير بعد بزاف على هذا الموضوع باش ما النار ما نقولش نبقاو في الحاجات اللي موضوعية اللي شفناها فعلا كما كنا نتكلم مع خويا اللي تكلم على الموضوع كلش هو واقع هذا ونشوفوه ونحلوه كوم ميديسان ولا حاجة اللي يدير على المجهر ويشوف الحاجات سكي سي باسي في بلادنا صح مآسات اللي عشناها مع بعض عندها تأثير كثير في هذا الموضوع عندها كرون فلوس ما نجموش ننفيوها ما نجموش تخلي انت امر فني هكا موسيقي عنده الحاجات تاع الابداع وكلش من المحيط نتاعها مستحيل المحيط دائما عنده اثار مباشر مع هذيك الحاله الخاصه اللي عايشها صح حاضر صح بصح انا ننوع شويه الكلمه تاعك اللي رانا عايشينها الان باش بي يقول لك مازال الخير وهذه الكلمه تاع الشعراء تاعنا في المدخول يقول لك مازال الخير في امه النبي البشير فورستي توجور اون اسبوار بلان دو اسبوار اوبتيميست اون ريست دون اسبوار دون اوبتيميزم لو بلو كومبلي علاش سي با لوبتيميزم كون فا غاني لي كور دي جون كون فا غاني لو سوكسي ان شاء الله كون فا غاني لا ستابيليتي اسمح لي شوف العباد وي برك انا ما هضرتش على الشق السياسي ولا انا نهضر غير في الشق الثقافي يعني الناس القائمين على الثقافه بما اننا نتحدث عن بيوغرافيا شخصيات اللي قدموا للابداع الفني يعني قدموا له خدمات كبيره يعني اين نحن الان من هؤلاء يعني جبنا بيوغرافيا تاعهم لكننا لم ناتي بما قدموه يعني من حبذا لو يعني نتوارث الفن العميق والاصيل اللي قدموه يعني هذا تقهقر ناتج الى انه الان كاين ضعف في المجال الفني هنايا هذا هو القصد تاعي احنا مش نهضر من الشق يعني عندنا اجيال مسؤوله سهل احنا مسؤولين على اجيال قادمه يعني نورثوها فن اصيل الابداع وهذا الزخم اللي تورثته الجزائر وطبعا عنده بعد تاريخي الحقبة التاريخية الله يبارك مشرقة راني فهمت في الفن هذا هو يعني الشق الثقافي بعيدا عن كل راني فهمتك بصح ما نجمش تكون بعيدا مستحيل تكون بعيدا خاطر هو لاصق فيه
الامر السياسي، الامر الاجتماعي، الامر الحالات اللي تدور اللي عشناها مؤخرا، هذه كاع داخله في هذوك المسؤولين اللي عندهم مهمه تحم باش يخدموا كما قلت لي انت لا بيوغرافي دي بيرسوناليتي، صح تاريخ تاع الشخصيات مهم جدا في معرفه. مثلا نعطيك على واحد نواجبك على كلامك، نوقف على كلامك في محي الدين بشتازي. خلانا محي الدين بشتازي في 86 خلانا ثلاثة تاع الأجزاء تاع الكتب. هو واش خلانا؟ خلانا بيوغرافي تاعو، سيرة ذاتية تاعو، ولكن خلانا سيرة ذاتية تاع واحد آخرين، تاع ناس آخرين، أعطانا لمحة كبيرة عن القرن العشرين مثلا. هو يعتبر واحد الست سنوات هكا نقولوا له هو لوكوموتيف دو سيكل. شوف شوف انسان واحد فقط عمله خاص به هو اللي راح ناشر الدار معاهم في ذاك الوقت الاسناد وما خلاوها شي فوت، وكان فيه دعايات وكانوا يقولوا فلان فلان فلان، يعني ما في هذاك الوقت كانوا امور كما هكا، ولكن ما كانتش باينه كما اليوم. هذا خلانا يعني تاريخ تاريخ كبير، ذاكره كبيره، يعني شوف كيفاش يعني الانسان واحد فقط يعمل وخلى خلى خلى ذكريات كبيره، وخلانا حتى لينا الان نعرفوا واش وقع في هذاك الوقت تاعو، باش تبقى عبره، باش تبقى مثال للاجيال اللي راهي لاحقا الحاضرين واللي راهم جايين فيما بعد تبقى لهم مدرسه. هذا من جهه. من جهه اخرى المسؤولين تاع اليوم ما هما الا مسؤولين ظرفيين، سي دي جون كي ديريج اجوردي كي نو سون كو باساجي. كل واحد يعمل على قيس ما فهم، على قيس ما كاين البرنامج اللي راهو يسطر فيه، ربما عنده برنامج راهو يسطر فيه، خاطر الحكومه ما تمشيش غير هكا. الحكومه عندها ان بروجي غوفرمونتال واسمو، وهذاك العضو تاع الحكومه راهو يخدم في نهج معين، يدير هكذا وما يقدرش يدير حاجه اخرى، يدير كما قالوا له هو ويبتكر فعلا ويشوف الواقع في الميدان وكذا. ولكن كاين برنامج كاين يسموها هذا سوليداريتي غوفرمونتال، ما تقدرش تفوت منها. هذا باش نواجبك برك على المسؤولين ونقولوا فلان ولا فلان، احنا ما راناش باش نقولوا فلان فلان، نقول لك باللي سيكسبليك اوفيسيالمون سو تيران بلي كاين بعض الناس اللي ما يقدروش. بصح كاين كذلك الجهل، كاين الجهل، ويفعل الجاهل في نفسه ما لا يفعله العدو بعدوه، هذه معروفه ونعيشينها الان، وما نخافش من الكلمات نقولهم هكا بصراحه. وكاين جهل دار اطنابه في بعض الجهات، ولا غالب يفو فارق افيك، حنا نمشي المستوى المركزي ولا المستوى المحلي نفس الشيء. المركز المحلي ما عندك ما تقول فيه، يعني تروح تشوف. انا عندي الفرصه لا شونس كورير توت لي ريجيون دو بيي، شفت نشوف العجب في واحد الحاجات. بلادنا هذه نشاطك القول فيها، يعني راك واجبت اكثر من حاجه نشاطك القول فيها، ونقول لك بلادنا ماشي هذه الصوره اللي رانا فيها. بلادنا هي عندها الان راهي دير في حاجات وين تتمركز وترمي الامور الى المستقبل، والمستقبل ان شاء الله اولادنا ولا ما يعيشوش الشيء اللي عشناه حنا. هذه هي اللي حبيت نقول لك عليها. خلاص انا من اليوم ما نتكلمش على الشخصيات، على فلان دار ولازم هذوك الناس لازم يديروا هكا ولا لازم يمدوا دراهم انا اكثر من عليا، انا ماناش ما نبغيش ندخل في هذا الامر. و يعني بصفة عامة نشاطرك القول كيف كيف نتلاقاو بالك من بعد نزيدو نتكلمو عليه. فوالا وشكرا لك. بس اعتقد هذا واحد السؤال بسيط فيما يخص الفيديوغرافي فيزافي السيكتاف. سافي يكري ليفر لوفراج سور ليستوار دو لا تور دو اف ال ان 58-62. ايه فيما يخص هذا الكتاب المؤلف، يعني هل وجدت يعني سهولة أولى من الخلق أرشيف، وهل يعني تناولتم هذه الفرقة فرقة جبهة التحرير الوطني من ناحية يعني من أي ناحية؟ يعني هذا المجال الموسيقي، المجال المسرحي، المجال التشكيلي، باسكو لا تروح دو اف ال ان سي اوفر صح. نظرة وجيزة حول هذا الكتاب. أنا انطلقت من حاجة يقولوا بين قوسين، يقولوا وين راهم الفنانين ابار علي معاشي ولا هكا اللي يذكروه هكا دائما.
وين راهم الفنانين اللي شاركوا في الدوره جينيرالمون من تقول الفن والثقافه والشعر وكذا يقول لك لا احنا ما جبناش الاستقلال بالجيتار جبنا بالبارود عندهم صح بصح الجيتار ثاني كان عندها دور الشعر الملحون ثاني كان عنده دور الموسيقى كان عندها دور على سبيل المثال فقط الاتحاد السوفيتي سابقا في موسكو السيو هذاك الموندو فيزيون انا ذاك في 59 ذاك الوقت كانوا هما فايتين العالم في التلفزيون احنا كان عندنا تلفزيون ذاك الوقت من 56 24 ديسمبر 56 من ذاك اول مره في التلفزيون الجزائري في موسكو كانوا اختاروا هذا النوع هذا عالمي والفرقه الفنيه اللي جبت التحرير الوطني واجدين كانوا متواجدين في موسكو وفي البالي دي كونغري حفله مع الفرقه جبهه التحرير الوطني والعالم الجزائري ورفرف وهذاك ليماج تفوت او موندو فيزيون ماشي نجاح هذا ويشوفوها في فرنسا ويشوفوها في المانيا ويشوفوها في امريكا ماشي نجاح كبير قضيه الوطنيه على المستوى العالمي بدون نولي بدون اي وقت الفن فقط وحده والدرابو طالع هذه شحال فيها راهي فيها كبيره اذا هذه الفرقه هذه تجربه التحرير الوطني كانت فكره انطلقت من مؤتمر الصومال من 1956 وين قال الله يرحمه ويرحم الشهداء كاملين العربي بن هدي يقول لازم يلتحقوا بنا كل فئات المجتمع الجزائري هذه الثورة ما تبقاش إلا بعض المختصين بعض الجهات بعض كذا هكذا اللي كانت قبل 56 إذا قال حنايا اليوم ننظموها ونديروا لها الإطار الإداري ونفهم خلينا من المشاكل اللي وقعت وكذا الخارج الداخل إكسترا حنا قال حنا لازم كاع مباشرة من بعد في 57 انطلقوا الاتحادات المختلفة الاتحاد العمال الاتحاد 56 دابور ومسويت 57 في باريس الاتحاد الطلبة الجزائريين المسلمين وبزاف انطلقت هذه الفكرة تاع فرقة فنية لجبهة التحرير الوطني وفي نفس الوقت فرقة تاع كرة القدم اللي تعرفوا تاريخها معروف أكثر من تاع الفنانين تاع كرة القدم كيفاش خرجوا كيفاش كانوا مونديالست هذاك الوقت باسكو 1957 كانوا رايحين 58 تاع البرازيل هذاك الوقت وفرنسا كانت كاليفيه باش تروح وكانوا شخصيات كبيره في ليكيب في ليزيكيب هذاك الوقت اللي كانوا رايحوا في المونديال هذا خاطر راحوا كونوا هذه الفرقه تاع الفوتبول ما نهضرش عليها عندها تاريخها عندها كتب عندها كلش فرقه تاع جبهه التحرير الوطني اللي تاسست في نفس الاسبوع وتلاقاو في تونس في نفس الظروف الطياره وصلتهم كيف كيف وكاين واحد مسافه كبيره داروها باش وصلوا لتونس السريه التامه وفي واحد النظام اكسترودينير مازال لليوم يهضروا عليه انا ذكرته في الكتاب كتبته بالفرنساويه في 2005 في قسنطينه ودرت بلاكات فقط صغيره ومن بعد في 2007 درته باللغه الوطنيه كبير وحكيت كامل التاريخ تاعهم كانوا في ذاك الوقت 22 مازالوا باقي حيين اليوم راهم 8 باقي حيين يعني بداو يروحوا ولقى صعوبات كثيره هذا الكتاب هذا خاطر يقول باللي المسرح والموسيقى كان لعب دور الان شويه ولكن كي خرج الكتاب يعني عطاوني كليت شويه تاع الضرب كليت شويه تاع الضرب زعما ما حسيتوش ومشيت ومازال وكاين مشروع تاع كتاب نوع هذا نفس الموضوع ونزيد نكبر فيه نعطي الدليل كيفاش من فكرة تاع العربي الميدي كيفاش ولات جسدت في الميدان وكل فئات المجتمع التحقوا بالثورة التحريرية وعلى هذا الأساس اللي من بعد وصلت ل 11 ديسمبر ونعرفوا المسيرة تاعنا كيفاش وشكون هما اللي كانوا ذاك الوقت اللي التحقوا ما التحقوش غير هكذا وقالوا سوق لا كانوا اختاروهم خاطر من الثورة التحريرية ذاك الوقت كانت قوية بزاف وكانت ما تأمنش في أي واحد باش يدخل واحد في الصفوف لازم يسيروه ويعسوه ويمتحنوه ويا حسره باش غير وحدك هكا تفد قطارتك وتجي للفرقة تقعد تشوف ريحتها تشبع
يوصلوك في واحد الجهات وتقعد تما ويسقسوا عليك ويديروا لك بحث كبير باش هذاك يقول لك اليوم انت راك مجاهد احسن تفضل هنايا. وهذه مالغري هذه وما اعترفولهمش بها من بعد الاستقلال حتى سنوات من بعد. حنا نهضروا على الواقع كيفاش كانوا يمثلوا الجزائر. كان واحد المسرحيه الاولى هي فراسك ميوزيكال واسمها نحو النور فير لا لوميير. هذه نحو النور كتبها مصطفى كاتب وكان فيها كامل الجهات وفيها واحد يبكي على البلاد يبكي على وهران يبكي على قسنطينة يبكي على الصحراء يبكي على توسا ومن بعد فيها يديروا فيها فراسك فيها شطحات تاع الجزائر كما هذه هكا الجزائر خطره تاع الشرق تاع الغرب تاع الصحراء تاع هذه هي فراسك ميوزيكال وفيها كلش فيها الجزائر تبعها في قدامك نحو النور. مش عارف علاش ما عاودوهاش منذ الاستقلال حتى الان يعني سبيكتاكل من كبار ذاك الوقت ومندار مع هذيك الفرقه المسرحيين وخاصة الخويا سيدي احمد يعرف الموضوع هذا فرقه صغيره فيها 52 واحد دير كلش هذاك السائق هو اللي يدير الضوء وهذاك اللي يخدم هو اللي يغني داري لي كوليس وهو اللي يرفد الصنادق هو اللي ومن طوي يلعب برميرون من برميرون هو اللي يكون في الملابس داري هو اللي يعني سي اون كومباني اكسبسيونيل سي بور سا اللي اهتميت بها وعطيت لها القيمه تاعها تاع الصح وشخصية تاعها كلش برزتهم ودرت التواريخ تاعهم وكل في هذاك الكتاب اللي موجود بالعربية وخرج في 2007 هذا كتاب فقط وكاين واحد اخرين على الشيخ حسيسن مثلا اللي كان عضو في هذه الفرقة هذا الشيخ حسيسن كان ما قعدش بزاف معهم بعد 6 شهور وتوفى رحمه الله يوم 29 سبتمبر 1958 بالذات هذا السيد هذا كان كل ما يجي امام المنصه كما رانا احنا هكا اليوم يرفد السيد هذا المونضول تاعو كل ما يرفد المونضول يدير استخبار ويغني يا ناس جات لي الغايه هذا على حسب شهادات تاع الناس اللي كانوا معاه وحتى الببليك انا مشيت حتى لتونس وشفت الكبار اللي يعرفوه ومشيت شفت المكان اللي كانوا عايشين فيه وشفت درت كاع الدور وين كانوا يروحوا صورناهم ودرنا لهم فيلم وثائقي الى غير ذلك يعني مشينا هو دون فون دي شوز وحتى حتى لي راس تاعو جبناهم من عرفات تاعو جبناهم من تونس وعاودنا دفناهم في الجزائر العاصمه في القطاع يعني هذا شي حسيس مشينا شكوفون باش تفكرنا بشي غير واحد درناه كرمز فقط كمثال هذا السيد كي مات في 58 في مات بار ايرور ميديكال ماشي هكا يقولوا لي سبيساليست واش كان الامنيه تاعو كان النهار اللي تستقر له ماذا بكم ما تخدمنيش هنا ديرني حدا مواليه على الاقل هذا واش الانسان يقول كيما هكا وخاصه الجزائري ويكون بعيد على بلاده ويكون مجاهد ويكون كذا يقول انا راني نروح اليوم هنايا بصح النهار اللي تستقر البلاد ديرني هذيك الفكره قالت لنا في راسنا في ذاك الوقت وجبناها في 2012 جبناها وراه اليوم وصبناها يعني بواحد الطريقه اكسبسيونيل وجبناها فيها واليوم راهو مدفون في هذاك السيد اللي كان معاهم كل ما كان يغني هذه هي نزلت للغايب كان يبكي امام الجمهور دائما كل ما ينطق يبكي معه هذا هو الشيخ حسيس المحمد وكان مجاهد من الكبار كان في يخدم في عرس في القصبة يخدم مناضل في لا باتاي دالجي من الكبار يعني كان يرفد السلاح كان يرفد السلاح ويروح خدام من خدامين مجاهدين الاصاليين تاع الصلاح يحبوا البلاد ويضحيوا من اجلها ما كانش بزاف هذا اليوم ما راناش نشوفوا فيهم بزاف لكن ذاك الوقت كان النوع تاع الجزائري هذا هو كان ما يشوفش حتى حاجه اخرى يوصل لدارو ولادو كانوا واحد كي زاد وزوج واحد اخرين شويه كبار وقال مرتو توفات هذه اللي واحد السنه قال لهم خلاص البلاد راح تعيط لي ومشى لفرنسا من فرنسا قلبوا راحوا لتونس وين يدير دار الخدمه مع ليونيون دي ستوديون في 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 فرنسا و يغني الاغاني الوطنيه في باريس يعني في عقري داريها تما
وبغاو يحبسوا هرب لهم وقعت مشاكل كبيره، لكن خلى تاريخ ما هضرناش عليه بزاف حتى السنوات الاخيره. الكبار يعرفوا طبيعه الحال، ولكن الناس الشباب تاع دروك ما يعرفوش هذا الشيخ حسيسن، يخلطوه مع الشيخ حسيسن تاع الفن تاع الشباب. دونك هذا كتاب خاص، درك كتاب خاص من بدايته الى نهايته، وكل اعمال تاعو موجوده في ذاك الكتاب. يعني استغرقت واحد السنتين ولا ثلاثه فيه، وكمل الحمد لله يعني للذاكره فقط، وخاصة للمسؤولية التاريخية. مسؤولية تاريخية خاطر هو راح دار شيء اللي دارو ومشى، ما عندوش واش يزيد، خلاص مات ما عندوش واش يزيد، يبا با بروفي اوتر شوز، إلي مور. حنايا اليوم اللي بقينا حيين في الحرية والرفاهية والحمد لله، وعندنا ميكرو وعندنا جمهور وعندنا نجمو نهضرو في الإذاعة والتلفزيون نكتبو كتب وكذا، حنا الدور تاعنا اليوم هذا. هذا هو الدور تاعنا، هو الاول. اذا انا تكلفت بهذا الشيء. شخص واحد اخر محبوب صفار باتي، هذا محبوب صفار باتي عملاق من الكبار، من الكبار تسموه لا ليجوند د ارتيست، لا ليجوند د ارتيست، ان ارتيست دو ليجوند، ان ارتيست دو ليجوند. هذا الارتيست دو ليجوند فعلا، الا كان نجمو نقولوا انسان واحد برك، واحد خلق طوره في الموسيقى الجزائريه، هذا اسمه هو صفار باتي. هو وحده، علاش هو وحده دار هكا؟ لخاطر كان حافظ الدنيا كامل، كاع الطبوع الموسيقيه باش نواجب صاحبي اللي قال لي على لي موند. هذا كان حافظ، هذا شهادته، هذا محبوب باتي قال لي هي شخصيا، قال لي انا حافظ، انا كاتبهم نروح نشوفهم انا وياك 124 طبعه، جزائري عربي فرنساوي كل هذوك راني حسبتهم، رانا في 124. وتعرف السبب تاع هذا الشخص هذا اللي خلى تاريخ كبير في الموسيقى الجزائريه، هو اللي لحن العجب، لحن في القبيليه، لحن كل شيء. وفي اخر حياته كان يمشي، كان باغي يدير الموسيقى الكبيره، جون بلي خلدي جون هذا ايوه، ما نساعدوش حد، توفي رحمه الله. في الوقت اللي باش كان عيان شويه فبدا يطيح، كلفوني بواحد المديريه في التلفزيون تاع الانتاج، واول عمل تاعي درت له زوج حصص هذاك الوقت. في ذاك الوقت اللي عرفت يوسف والزيريه، هذاك الوقت اللي توفى محبوباتي درنا له زوج حصص وهو في التلفزيون، والان عندنا شهادات حيه تاع محبوب صفاباتي. هذا درت له كتاب خاص ليه، كتاب خاص واحد اخر كذلك عبد الكريم دالي. عبد الكريم دالي ثاني رحت فيه بعيد، و عطيت كاع الاهميه تاعو، كيفاش هذا عبد الكريم دالي جاي، وكيفاش وصل الجزائر، كيفاش دار اللقاء بين النوع تاع التلمسان والنوع تاع الجزائر، بين الصنعه والتلمساني، ويعني امور كثيره، وشخصيه معتبره فعلا. هذا كتاب خاص ليه. كتاب خاص واحد اخر لبودالي سافير، هذا الشخص عظيم عظيم، كبار الشخصيات الفنية ما يظهروش اليوم، بالك الجيل اللي راه جاي من بعدنا هذا يعرفوا الشخص هذا واش عمل. هذا السيد هذا حاجات كثيرة، يعني نجم نخصص له حصة كبيرة غير ليه. هذا كان الوقت اللي تمركزت هنا فرنسا، خلاص كاع لا ريزيستونس حبست وما بقى والو، يعني ما كانش اللي يضدها، ولات دير لنا واحد الحركه تاع تجيب العلماء تاعهم لي زاكاديميسيان من فرنسا، منهم روني سان جورج، منهم شخصيات كبيره، وتجيبهم يديروا محاضرات هنا في الجزائر، يديروا يجيبوا محاضرات، يروحوا للمعسكر، يروحوا للسعيده، يروحوا للوهران، يروحوا لاسطنبول، يروحوا سنتينا كذا، ويقولوا لهم باللي اتونسيون الجيري سي اون سي ان انسومبل دو بوبلاد كي نون با ديستوار كي نون ريان دو تو هوروزمون كو نو سوم لا بور لي زيدوكي بور لي سي سوفاج دو فو لي زورغانيزي لازم نقربوا الوغ لو مومبل ديكول اللي كان عندنا احنا قبل 1830 كي تي بلو فوا تاع فرنسا في الوقت اون افي دي كومباريزون كوم سا احنا اللي كان عندنا لو نومبل دو ليتري اللي كان في الجزائر ذاك الوقت اكثر من اللي كان في فرنسا. هذا تاريخ معروف. هما جاوا باش هذا بودا لي سفير، وين ما يفوت هذاك السيد هذاك شانو نيسان جور هو يجي من بعد،
كما حنا في كاتيلا اليوم يجي من بعد نقولوا اسبوع اسبوعين بعد معاود يقول لو كونترا يقول اتونسيون هنا بلادنا بلاد العربيه تروح حتى للقيس الامازيغيه راهي تروح حتى 5000 سنه ولها واش بلادنا واش الشعراء تاعنا الامير عبد القادر والدنيا تاعنا كامل بالعربيه الفصحى من هذاك يعني باش يحسس الناس بيان سور ما يخليوهاش السيد كان رايح ل 1929 كان رايح لاغريغاسيون هذاك سي دي جيني سي دي لوميير كوم سا كي ديريج سي شوز سي بور سا كو هذا السيد هذا كان انا تلاقيت به السيد مليح قال لي انا يا درت بحث على هذه الانواع الموسيقيه وهذا نقولها لك ليك باش تكون في معلوماتك اذا لي سفير ولازم تكون عندك كتاب تبقى باتصال معايا بالك نبعثه لك يقول انا لامور تاعو سيتي 1999 ا باريس سافي با لونتون لو 4 جوان ماشي بعيد انا عرفت هضرت معاه كثير مشى من الجزائر لباريس في 87 بالضبط علاش باسكو صاب روحو غير روحو ما عندوش صحابو ماتو كاع صحابو تو سا دونك جي بالي دير راح هاد السيد هذا قال لي انايا درت هذيك لا كلاسيفيكاسيون انا شو با ميوزيسيان هو اللي قال لي هكا قال لي انا مانيش ميوزيسيان نتوما ميوزيسيان نتوما تبعتو نتوما داك الوقت ما عرفتش نفهم بزاف هاد الامور الاذاعه دار خمسه تاع لي زونسومبل دو ميوزيك علاش دارهم 1946 ماشي هكا جايه لو لوندومان تاع 1945 وين فرنسا بدات تفتح شويه الجزائريين تخلي لهم الاذاعه تخلي لهم باش يدخلوا يديروا لا ميوزيك تخلي لهم بصح سو كونترول الوغ واش يقول هذا بدا يسافر اون فاكري اسو فرق موسيقيه باش نحافظوا على التراث الموسيقي تاعنا علاش خاطر التراث الموسيقي تاعنا هو اللغه تاعنا هو هويتنا هو تاريخنا هو اللون تاعنا تاع جدودنا وتاع كلش هو اللي كي نقراوه نقراو التاريخ تاعنا هذا دونك دار خمسه تاع الفرق من بين هذوك خمسه واحد النوع ما كانش عنده اسم كانوا يسموه المديح الدين على الاقل يقولوا الاغاني الشعبيه هو الشعبي الان اسمه الشعبي كتب هو في الـ في الـ في الـ في الاخر تاعو في لي دوكيمون تاعو قال ensemble de musique andalouse normal ensemble de musique bédouine normal ensemble de musique moderne normal ensemble de musique kabyle normal ensemble de musique l'akhra داك اللي يديروا العنقة داك اللي يديروا الحاج من ورور وخليفة بقاسم كيف يسمون يسقسي أدروه تاعك واش كانوا يسمون المديح إيه مديح سي با نو قال سميوها بانيجيريك كيف هادشي يسموها جور موسيكال بانيجيريك ما تجيش هو المديح لونج ثاني ما تجيش الوغ كانوا يدوروا قالوا سميوها تقليدية ما تجيش قال سميها بوبولار كي هذا بدا لي صاب لو مو بوبولار حتى بوبولار تتشابه قال اه صاي هذا اونسومبل دو ميوزيك بوبولار كتبو بوبولار وبقى بوبولار بالك راكم شفتو في لي في لي جينيريك تاع لي زونسيان زيميسيون تاع لي فيها العنقا وفيها تاع بكري حاج منور تو سا كي يكمل الجينيريك سي اونسومبل دو ميوزيك بوبولار سو لا ديريكسيون دو حاج محمد العنقا بوبولار هذا لو بوبولار بقى هكا حتى الثورة التحريرية ما كانتش بعيدة بزاف نو سومون 46 47 54 ماشي بعيد دونك كي اندلعت الثورة ولات كل ما حاجة تاع فرنساوية ولات تروح للعربية إذا ولات هاد الأغنية الشعبية بوبولار ولات شعبية لو مو بوبولار ولا شعبي وفي الاستقلال ولات شعبية ديريكت قال هذه أغنية شعبية من بعد عشنا هكذاك حتى 2005 من تأسس المهرجان الوطني لأغنية الشعبي أنا شاركت في الإكسبوزي دي موتيف تاعها ونقول علاش هذا الجانر الموسيقي هذا لازم له مهرجان كبير ولازم له هوية ولازم له تاريخ ولازم له كذا درت فيه واحد الصفحتين وخليتها ليبوك باش مشات الحكومة وعطاونا فعلا هذاك المهرجان وشرفت عليه لمدة 7 سنوات حتى 2012 هذا واش كنت نقول هذاك الوقت كنت نقول بيسكو هذا النوع هذا ما عندوش اسم عنده صفه سي ان ادجيكتيف كاليفيكاتيف كيقولوا في فرنسا والصفه بالعربيه
أغنية الشعبية 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 دونك سي سي دونك لازم تكون عندها ان نوم دونك هذيك مش شعبية ولات شعبي شعبي سي ان نوم لو شعبي لو جونر دو ميوزيك شعبي بين قوسين ان نوم ما يتغيرش وبقى هكاك ما يتغيرش دونك مهرجان كامل فوتناه بهذه الكلمة هذه تاع أغنية الشعبي والآن هذه الكلمة راهي تاخذ دروك في القسط تاعها وراهي توصل عند الشعب وهذا النوع الآن راه عنده تاريخه عنده شخصيات تاعو وعنده اسم تاعو سي أغنية الشعبي سي لا ميوزيك الشعبي وكاين بزاف الناس اللي وخاصة من واحد الحركة تاع اليهود في هذاك العملية تاع اسمه غوستو وين يقولوا هذا الشعبي هذا العنقة كان ياخذوه من عند اليهود اليهود هما اللي كانوا يقريوا الحنقه يقريوها هذا الشعبي الوغ سي با فري هما داروها في ذاك الفيلم تاع غوستو باش يشوهوا لنا النوع الموسيقي اللي اكثر شعبيه في الجزائر هو هذا النوع الشعبي باش يشوهوا لنا كلش كاع الهويه تاعنا تشوه في هذاك الفيلم راه موجود الا كان تشوفوه شوفوه راه موجود في تسيبور في يوتيوب تسيبور تو سام هذا باش نقولوا نعلمكم الان بلي هذاك الفيلم راهو باش يضربوا الجزائر ويضربوا الهويه تاعها ويضربوا تاريخها علاش يضربوا؟ خاطر هذوك اليهود اللي كانوا في المحيط تاع العنقه، هذوك العنقه ما كانش يخالط اليهود. هذه وحده. ثانيا في هذاك الوقت ما كانش يسموه شعبي. كان يسموه مديح ديني. انا جو فوا مال اليوم كيفاش العنقه يروح يقريه واحد المديح الديني يقريه على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقريه واحد يهودي مستحيل هذه. هذه من المستحيلات السبع ما كانش مستحيل اذا هذه ماشي هذا الغرض تاعهم الغرض تاعهم باش يشوه لك كيما شوهوا كثير من الحاجات في هذاك الفيلم اذا الشعبي نرجعوا اليوم نسيبوا هذا النوع واقف اليوم بكل الجوانب به وان شاء الله يزيد اكثر ويكون فيه شخصيات واحدة اخرى كما كان العاقه كما كان عمر الزاهي كما كان شخصيات كبيره هذه يزيد ان شاء الله في المستقبل شخصيات شابه واحدة اخرى نفس جديد بكلمات جدد الى اخره. اذا السؤال الاخير هذا باش نمر على بعض الحكايات. بون صحيح نرحبوا بك في الاول ونشكرك على المحاضره القيمه هذه. البعد اللي راح تقوم بها. بون عندي سؤال فضولي اللي راح يفيدني يعني الان. على قصيدة كان أداها المرحوم عبد الله القطاف اللي مولوع بها معي بزاف وقصيدة اللي بالنسبة لي أولا عندي مازالت مجهولة اللي يقولوا لها راس المحنة اللي كان أداها رابح درياسة في طابع البدوي اللي الشاعر يتحدث على بلسانه على جمجمة عمية تلقاها حكات له القصة تاعها كيفاش تكون والناس تاعها بون بيت سلام مجهول ولا بالك انا ما فهمتوش هذا هو السؤال تاعي ومشكور وي صح هذا قد تبقى جدال كبير على هذا القضيه اسمها راس بنادم يا راس المحنه كلمني هذه القضيه تاع الراس في كل ثقافه في الاوكسيدون كاين بزاف بلدان عندها ثقافات عريقه عندهم هذه قصه الراس تصوروا ان كران ولا لا ريجون دو كران هذاك لو كران يجي واحد هكا ويسي باش يهضروا يقولوا انت داير هكا وانت داير هكا ولو كان كنت انت تاع واحد الاميره هكا كبيره وشعرك كيفاش داير وانت كنت تحكمي وكيفاش راكي اليوم راكي هنايا صح ما راكيش اميره راكي انت خدامه في ولا انت راك خدام في عند الملك وكنت تخدم عندك الملك وكذا ونهضروا نديروا كوبلي وزيد كوبلي انت كنت مثلا طبيب وبدا يهضر معاه كيما هكا ويدير كاع لي فونكسيون يديرهم هذا واش دار هذا بن مرزوق هذا بن مرزوق هو اللي مشى عند بن خلوف يحكي له هذه القصه تاع الراس هذا هو اللي خمم هذا بن مرزوق خمم بلي هذاك الراس جاي من عند الهاشمي بن لونه يقولوا هذا الهاشمي بن لونه وصرى له كيفاش صرى له وكذا ويحكي له هذا الهاشمي بن لونه كان في قسطنطينه وكان عمه تما وكان حكى له الاستوار تاعه وهذا بن مرزوق خدا هذيك القصه هذه تاع اللي حكاها له هذا اللي اقترحها بن مرزوق وجاء عند بن خلوف وحكاها له
صارت اكزاكتومون كيما دار في حزية هذا بن قيطون، هذا بن قيطون هو اللي كتب هذه حزية. بصح شكون اللي قال له القصه؟ القصه قالها له هذا السعيد اللي صرات له القصه هذه، صرات له. وهذه حزية كانت راح تكون مرته، هي بالتعمل وكانت راح تكون مرته، بصح باباها ما بغاش يعطيها له ومرض وهي ماتت وبقى هكاك. راح يبكي عند هذا بن قنون بن قيطون وقال له ديفا راه واش صرا لي واش صرا لي. مسكين هذا بن قيطون مع شاعر وكلش بكى معاه شويه وكتب هذيك القصيده حزية المعروفه اليوم عزوني يملا في عدة بنات. هذه القصيده هذه القضيه هذه غير انتم تبعوني مليح. لو كان ما كتبهاش هذاك الشاعر ما كتبش هذه القصيده تبقى ان في ديفار، واحد راح خطب وحده ما عطاوهالوش والسلام، شكون يسمع بها ابر؟ حتى واحد ولا لا؟ كيما ترى كل يوم بالك هنا في الحومه كاينين كيما هكا ديزيستوار ولا لا؟ واحد خطبها ما بغاوش يعطيوها، وصل لباباها ابراهيم بعد زوجها مع واحد اخر ومن بعد ماتت ولا عاشت ولا دارت ولاد اخرين وهذا ما كان. القوه تاع الشاعر هذه هي كيفاش هذيك القصه رجعها قصيدة حتى ولات الجزائر اليوم عندها اون بويزي دامور كيما كاين تاع عنتر بن شداد وعم قيس وليلى وروميو وجولييت. عندنا احنا حزية وسعيد، يعني شوف شوف واش يقدر يدير شاعر وردها للعالمية. نفس الشيء صرا مع هذه القصة هذه تاع راس بنادم. دونك راس بنادم تاع القضية تاع كران كي ويهضروا واحد ماشي شاعر، واحد انسان شاف هذا بن مرزوق، شاف هذا الراس هذا وخمم قال بالك يكون هذا، جابها لجبل بن خلوف، بن خلوف حكاها. فوالا ان كوتي واحد اخر اللي كنا نجهلوه في بن خلوف، ما كناش عارفين باللي بن خلوف قوي لهذه الدرجه ويعرف كذلك هذا الميدان تاع القصص. وحنا سمعنا له واحد قصص كثيره كما هذا النوع هذا، قصه البعير، قصه بزاف القصص كاتبهم هو وعلى حسب ما قالوا له واحد اخرين. عنده هذا النوع ثاني من هذا الجانب اللي ما كناش نعرفوه من قبل. اذا هذه القصيده هذه ما تكملش على خاطر حنايا الجانب الشفوي تاعنا طغى علينا بزاف وخلانا في الاخير خلانا حتى 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 ثقافتنا حتى شعارنا تلفناهم ولينا ما نعرفوهمش. وحتى هذه القصيده بالذات اللي اداها الشيخ البار عمر اللي توفى في 86 رحمه الله في 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 سطيف هو من بسكره. وهذا هذه الاغنيه هذه انا عندي لانترديكسيون ديال الورقه هكذا تخرجها من لابوليس تاع 1961 اكزاكتومون انترديكسيون باش هذه الاغنيه تمشي. هذه الاغنيه اللي موجوده هذه الانترديكسيون يعني عندي ورقه مكتوبه فيها هذا الديسك هذا لازم يكون ممنوع. هذا هو دونك هذه راس بنادم غناها هذا هذا البرع. الوغ هذه منعت هذه القصيده وهو ثاني شوهوه كما شوهوه بزاف واحد الشخصيات واحد اخرين وقالوا بلي هو ما كانش يشارك في الثوره وركو هو مجاهد كبير وعسكري جندي في الثوره التحريريه في صفوف في صفوف الجيش الوطني الشعبي. هذا البرع عمر رحمه الله وقعت فيه واحد الدعايه خسرت له كاع تاريخه ومات هكذاك بلا ما يشوف ثمار. للان مازال كان مازال موجود هذا الثمار، يعني مازال في هذيك الدعايات، يعني هذاك اللبس تاع هذاك راحت له خاطر الان نجمو نتكلموا عليه. بصح واحد الوقت لا لا هذا الاغنيه الثانيه انطبست هكذا واش يزيد يدير لنا الحاج ربح دنياسه الله يذكره بالخير وهو صديقي يقول زاد فيها 64 بيت. بصح كان هو شاعر كبير و يتلاقى مع عبقريه تاع سيدي الخضر عاود ماشي سيدي الخضر بن خلوف اللي وصلنا هذيك القصيده. الذاكره والشفوي هو اللي خلانا توصلت لنا هذيك القصيده ربما مبعثره ما فيهاش كلش ما فيهاش كاع القصيده ما تكملش والبيت السلام ما كانش يعني بقات خاص فيها بزاف امور. يجي حاجه لحد اليسار بالك راهو دارها اسطوانه موجوده عاود الى ريكونستيتيو لا ريستوري القصيده كامله وعاود لها تاريخ
وعاود لها كاع كيفاش تكمل القصيده وعاد بن مرسول حكى الحكايه كامله. انا نقول لكم ارجعوا للحب اليسار يذكركم بخير. هذا سيبو عنده لا سوليسيون لي سي لا سول انيسياتيف تاع واحد اللي حاب يدخل في قصيده وحاب يرممها. نقدروا نقولوا هذا ترميم تاع الشعر المنحول. هذا خلناها البارح يا راسي. انا حبيت نزيدها في الاخير. هذه كنت درتها من جيت هنا في اول مره في 2005 2006. كنت نقرا عليكم هنا قصيده ونوزعها اليوم. راه هنا موجوده اللي حاب ياخذها راه هنا موجوده. وحبيت نقرا عليكم. قولها لنا. يطرح السؤال هذا الخطا الذاكره راحت. الذاكره عدم الاهتمام وانانيه تاع بعض الشيوخ هكذا انضطرت الامور ومشات ما بقاتش. قتلنا اليوم مواتي كيفاش نعاودوا نسترجعوها؟ كاين واحد دي بوش يعني جهات خاصه وهي الصوفيه حافظوا على الالحان الموسيقيه الاندلسيه. علاش جابوا بها هما الالحان تاعهم؟ مين جابوها؟ جابوها من الاندلس وداروا كلمات تاعهم. نعاودوا نرجعوا للزجاج الصوفي والقصيده الزجاجيه اللي حكيت عليها تو تافي ودي. دونك داروا هذه نفس العمليه ودخلوا القصائد تاعهم عند التيجانيه، عند العلويه، عند الهبريه، عند توسا، عند الشاذوليه، عند هذو كامل عندهم الاغاني تاعهم. فوالا دي ميلودي راهم موجودين الان راهم مخبيين تما. هذه وحده. ثانيا كاين ذاكره وكاين عبقريه. كاين دي جون يعرفوا ريكونستيتيو. قال ما كانش التوشيه تاع لو مود جاكا. هي قال دخلوا الاستوديو، دخلوا القريه تاعكم، ها السميدان، البعود، ها نمبورت، هيا وعاودوا ديروا روحكم كما في هذاك الوقت، وعاودوا رجعوا لنا هذا الجاكا، ورجعوا لنا هذا كامل، رجعوهم كامل. ربما في هذا الجيل هذا يرجعوا شويه، الجيل واحد اخر ربما يزيدوا حتى تكتمل العمليه و الذاكره تبقى محافظه. جو بونس سي كوم سا، نقدروا نسترجعوا. الوغ باش نعطيكم لانفورماسيون باسكو راني جاي من الجزائر، البارح فقط في المسرح الوطني كاين واحد السيده اسمها حسنه هندي في واحد التكريم القبيليه الجيده الكبيره، داروا نوبه الدين بالقبيليه. يعني عمل تاريخي وحدث تاريخي اكسبسيونيل، اول مره في التاريخ تاعنا باللي كاين نوبه تنطق بالقبائل. هذه اول مره. البارح ندرت في المسرح الوطني كانت رائعه، حتى الطفله كانت رائعه جدا، وصوت متميز ودقيق وكلمات كذلك اللي ترجموا يعني بطريقه رائعه. هذا هو باش تبقاو في الحدث التاريخي اجور. فوالا هذه القصيده. شحال في كاين سؤال واحد اخر باش نروح من الاخير تاع القصيده. هذه القصيده اسمها الامانه. هذه الامانه كتبها سيدي الخدم الخلوف. خاطر سيدي الخدم الخلوف هو سيت ان ايلاف انديريكت بصح تابع لسيدي بومدين الغوتي. سيدي بومدين تابع لعبد القادر الجيلاني اللي عاش في ابوبري. علاش هو الجيلاني؟ هو اصله الكيلاني. هذا جاي بين ايران وبين العراق، فرونتيير كما نقولوا حنا بين الوهران والمروك. يعني فرونتيير من ريجيون اسمها جيلان، هو سموه عبد القادر الجيلاني. ومن بعد جات كي دخلت لهنا المغرب ولات الكاف ولا راح ولا الجيم ولا الجيلاني، وذاك الني راح ولات لي. عند الجزائر نقولوا الجيلاني باللام، وهي اصلها الكيلاني، عبد القادر الكيلاني. اذا هذا عبد القادر الكيلاني تلاقى مع سيدي بومدين الغوت وعطى له الامانه، سيتادير عطى له الاجازه هو في ذاك الوقت، سيتادير تنجم تدخل في الصوفيه. خلاص انت راك اهل الصوفيه، حتى ولا قطب من الطرب الكبار. يجي سيدي الخضر الخلوف اللي عاش 4 قرون من بعده، تابع ليه وقال انا باش نولي يكون عندي التيتر باش نروح للجامعه ويكون عندي هذاك التيتر. قرا في الجامعه فعلا، قرا في مزغران في مسقط راسي الان، واسمها هذا مزغران في كي كان صغير، قرا تما مده 25 سنه. واش ياخذ
الشهادات اللي موجوده تاع تاع الدراسه القرانيه ومن بعد تاع الدراسه اللي ما فوق الدراسه القرانيه زي تاتير السكوندير ذاك الوقت اللي كانوا يبدوا في الزوايا خاصه في الجامعات الشعبيه اللي كانوا يسموها بكري في القرن السادس عشر ومن قبل. هذا سيدي الخطاب الخلوف يمشي ابي حتى التلمسان من مصغر حتى التلمسان باش ياخذ الامانه من عند سيدي بومدير يقول له انت هو راه مات اربع قرون قبل هو يقول له انت لازم تعطيني الامانه. الو يوصف لنا كيفاش راح وكيفاش يوصل عنده وكيفاش هضر معاه وكيفاش ويعطي له الامانه ويعاود يرجع. وتم اللي فرحت به زوجته اللي كانت ما تحبوش بزاف كما كان النساء اللي يبغوا دائما الراتب عليهم ما يبغوش يروح يتكلف باش يعني من حول يتكلف بالنساء اللي تكلف تسال يتكلف شويه بالدار وبالمزرعه وبالحانوت هو ما كانش خاطئ كان يضل يحوس ويضل يحوس على الشيء. اذا هذه القصيده اسمها يا سعدي وفرحتي اسمها عامه الامل. يقول من بومدين الغوت جبت الأمانة وبها وفيت حاجتي من بعد 50 عام وانا نستنى سعيت بروحي وراحتي محمد الفضيل مفتاح الجنة محمد روحي وراحتي. يا سعدي وفرحتي بهذا الملقب فيها شلة نصيب من عايم الزراد كنت على كل يوم تاخذ لي ضيقة مكاوية منورة من نور المختار حتى جاء الإله من ليه البقاء ونعم علي بزورة إمام الجدار. إمام الجدار هو سيدي بومدين الغوت. شديت على عمامتي وركبت مهلي السريع ساري للفتنة وطلعت جبال عزالتي سيفي فيدي مشهر وعز الشطنة يا سعدي وفرحتي محمد الفضيل مفتاح الجنة أحمد روحي وراحتي. لحد الاثنين والثلاثة والأربعة وأنا بين الجبال سايح طول الليل عيني يا عاشقين سخفت بالدمعة ترعى الفصال من عواقب جيل بجيل ودخلت لتلمسان في ليلة الجمعة في جبل حنيف بد ساجد طول الليل غير أنا يا وصبحتي وطلع علي الصبح وديت السنة لا حالة كيف حالتي اتفكرت أصحاب قامتي في مزغنة مزغنة هي الجزائر العاصمة تفكرت أصحاب قامتي في مزغنة يا سعدي وفرحتي محمد الفضيل مفتاح الجنة وحمد روحي وراحتي. يوم الجمعة طلعت سريع للعباد تم نادى وهب لي بومك حلا أنصيب مغارة مجاورة سيدي العباد ونكفيت على السجود منه للقبلة ونظرت خيال جاي فتفت كل فتفات يا محسنو بزين مكمل الطولة مكنت له بريتي منين قراها انا وياه تسلمنا وعجبته جماعتي وخذيت منه مسايلي متعهدنا يا سعدي وفرحتي محمد الفضيل مفتاح الجنه يا روحي وراحتي. بتنا متذاكرين في الليل وما طال التي من بيح مطها المقرور قال لي انا بومدين اصلي من الفضال من الاندلس همتي فيها مذكور قلت له انا بن خلوف مداح المرسال هاويني بالحديث يا مصباح النور ابقى ينظر في سيفتي يوجدها نحيلة سقيمة من المحان من فراق ولاد غربتي بعد الكمال الحديث هب لي اليد اليمن يا سعدي وفرحتي محمد الفضيل مفتاح الجنة محمد روحي وراحتي. بعد كمال الحديث قال لي يا الكعل خذ الأمانة وسير بها بإذن الله 120 شيخ من الوادي المكمل طبعوا ليك بالنصاف وهكذا تقراها وكمل الختم الشفيع المفضل وسقاك بالسر الزمزمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أديت منه أمانتي وثنيت على الرحيل من بعد تعهدنا شديت طرف ناكتي من بومدين بكيت يوم تفارقنا يا سعدي وفرحتي محمد الفضيل مفتاح الجنة يا روحي وراحتي. بكيت بكى شديد كيف بكى يعقوب يوم فراقه على النبي يوسف النجيب عظمي يا عاشقين من الرفراف يدوب يوم الفراق من منارة كل حبيب لك حل ولد الخلوف راه وفى المطلوب فضل مكة المشرفة وفضل يتريب استحسنت على هديتي ورجعت على التافنة ودهمت وهرانة لعيون الترك شلتي واستبركت بمقام العواري الحسنة
هي سعدي وفرحتي محمد الفضيل يفتح الجنة محمد روحي وراحتي. ليلة ونهار قمت في عروسة المدون، زرت الأولية النايمين المدفونين، طفت على بوعلام نعرج المحصون، خرشوش وعزوز منارة عز الدين، ورجعت على الطريق ونايا مشطون لبلاد السعيد شلت بها نور العين. علمت رجوع جرتي في المطمر الحسين، ثم الباي أدنى عبد الله عز مقالتي، وحماد وش من فحل سلاك الفتنة، آيا سعدي وفرحتي محمد الفضيل مفتاح الجنة محمد روحي وراحتي. ورجعت على الطريق بدت في مزغرة عند بلقاسم الفحل وعسرية، سيد الحراك طفت به ضي العيان، واسماعيل السخين زرت في كدية. يا مقصودي ونيتي كما حكموا زمان سلاطين برانا، رحلوا ومشاو دلتي سال يا من سال، سال يا من سال زنجار عدانا. آيا سعدي فرحتي محمد الفضيل مفتاح الجنة وحمد روحي وراحتي. قوم على قوم زرتهم ثم وبكيت، قوم على قوم زرتهم ثم ومشيت، ودعت عبد القادر العرش السلطان، حومت على البلاد بالرحلة وبكيت، شاش القلب الحزين لهلي يا الخوان. ونهار السبت فيه بالرحلة صديت في قصيق الليل، خرجت ساري في الأمان ودخلت على زوجتي، نوجدها في الخيمة صابرة تستنى وعليها رميت سبحتي. قامت من النوم ماليها هدنة، آيا سعدي وفرحتي محمد الفضيل مفتاح الجنة ومحمد روحي وراحتي. حكيت لها غرايبي من شاو الحال، قالت مبروك من عام عليك الله، قالت يا بن خلوف حقا زوج حلال، ادعي لي بالرحيل عن رسول الله محمد الحبيب وحمد من الشبال، بالقاسم عز اسمه محلاه والحفص يا بنيتي، يجعلهم في رياض برزخ الجنة أهلي وصحاب جرتي، بجاه النبيل المصطفى سميح الوجنة، آيا سعدي وفرحتي محمد الفضيل مفتاح الجنة ومحمد روحي وراحتي. هذا حد الحديث يا سامع الخيار، هذا حد الحديث يا سامع الخبار، وشرحته في القصيد يجعله مقبول، أنا والسامعين مني دول شعار، حاضرين وغايبين الموهادة مسؤول، يا رب العرش يا عزيز الجبار، واجعلني في كفالة النبي الرسول، هذه هي وصايتي، إن فتحنا لك فتحا مبينا، على قبر قبتي الحمد لله رب العالمين، أنا من شرح صورتي لك حلو الخلوف دايما يتمنى، آيا سعدي وفرحتي محمد الفضيل مفتاح الجنة محمد روحي وراحتي. وشكرا. إذن بهذه القصيدة الرائعة نأتي على ختام مسك الختام لهذا اللقاء الثقافي، وقبل ذلك نمر إلى تكريمات، لأن هناك بعض الهدايا المنزلية التي سوف تهدى إلى